خير انكم تبداوا نهاركم مع شاشه تلفزيون الجزائري. صباح الخير عليكم، مرحبا بكم معنا في يوم جديد وعدد جديد واسبوع جديد معكم في هضم الخدمه الصباحيه مباشره على قنوات التلفزيون الجزائري، القناه الارضيه والجزائريه الثالثه. رانا معكم حتى للتسعة تاع الصباح في صبيحة هذا الأحد 29 نوفمبر 2015. فقرات أركان متنوعة دائما، برنامج صباح الخير يا جزائر يواكب الحدث والمناسبة. من يوم نبدأ حملة التحسيس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة مرض السيدة. يا ناسنا يا سمعين اليد في اليد والصافنتين، يا ناسنا يا سمعين كل خواب ومو في الحين، يا ناسنا يا سمعين بصرنا لرب العالمين، يا ناسنا يا سمعين كنا واحد بكم حسين، يا ناسنا يا سمعين اليد في اليد وصاف متين، يا ناسنا يا سمعين كنا خواب ومو في الحين، يا ناسنا يا سمعين بصرنا لرب العالمين، يا ناسنا يا سمعين كنا واقفين اليوم ناسنا يا سمعين يا مشاهدينا كامل. لازم نديروا اليد في اليد لمكافحة مرض العصر، ولازم نكافحوا المرض ما نكافحوش الناس لمرض هذا المرض. مسؤولية الجميع، والتوعية تكون من خلال برنامج صباح الخير يا جزائر طيلة هذا الأسبوع، بالإضافة إلى الفقرات والأركان اللي تعودتوا عليها صبيحة كل يوم أحد. اليوم في مهن مع زميلة عايشة فيال، في كل مرة تركيز على واحد من مراكز قطاع التكوين والتعليم المهنيين، وحديثنا اليوم عن تخصص الملابس والحلاقة والتجميل بمركز الفتح الخاص بالتكوين المهني ببير خدم. الاختصاصين اللي عاطين لهم أهمية أكثر هما الاختصاص التقني السامي في الموديليزم وفي تصميم الأزياء، وثانيا الاختصاص اختصاص حلاقة وتجميل. بارابور باسكو المعهد الفتح هو المعهد الوحيد على الشان ناسيونال كي فورم سو جور دو فورماسيون. كل مرة يكون تركيزنا كبير في البرنامج على قطاع التكوين والتعليم المهنيين، لأنه عنده دور كبير في تنمية الاقتصاد الوطني، وكذلك نقل الشباب من حالة البطالة إلى حالة الشغل. حديثنا عن الشغل حيكون من خلال فقرة واحدة أخرى اللي هي مهن الصباح. في كل مرة نركز على مهنة من مهن الصباح. يا درا وش هي مهنة اليوم؟ مهنة يعتقد الأكثرية أنها ترتبط بهذه الخراطيم لملء خزانات الوقود لا أكثر ولا أقل، لكن مهنة الدخاخ هي أكبر من هذا. تفاصيل أكثر عن هذه المهنة اللي تتطلب ناس اللي يخدموا على مستوى محطات البنزين، ينوضوا بكري ناس اللي ذكرى متوجهين للعمل تاعهم إن كان في هذه المهنة أو مهن واحد أخرين. نتمنى لهم كل التوفيق، بداية أسبوع موفقة للجميع. اليوم رانا الأحد، خلال هذا الأسبوع العالم سيحيي كما سبق أن ذكرت اليوم العالمي لمكافحة مرض السيدة. اليوم الأحد ككل مرة سوريا سيل بشير، الزميلة سوريا سيل بشير تفتح ملف الأسبوع. اليوم هو حول الحدث، ملف حول مرض الإيدز في الجزائر. We'll be right back.
نعود ككل سنة للحديث عن انتشار مرض الإيدز في الجزائر، وفي هذه المرة ركزنا في موضوعنا وملف هذا الأسبوع على العمل التوعوي للتحسيس بخطورة هذا الداء. هذا هو ملف الأسبوع لعدد اليوم. بشكل خاص التوعية والتلفزيون عنده دور كبير، كان بشاركها مع الإذاعة الوطنية بدأت الحملة من خلال عديد ولايات الوطن. الحدث الأبرز كان بالجزائر العاصمة بساحة رياض الفتح، وين تم إنشاء سلسلات بشرية للتحسيس بخطورة هذا المرض. والتلفزيون عنده كذلك مهام أخرى من بينها تربية الطفل، وهذا هو موضوع فقرة بيتكم مع زميلة كنزة بودلاء. الطفل هو أصغر عنصر في المجتمع والفئة الأكثر حاجة إلى الإحاطة بالرعاية على جميع المستويات، فبعد يوم طويل من الجد والاجتهاد في الدراسة يبحث الأولياء عن طريقة يسلون بها أولادهم. يعتبر التلفزيون من أهم الوسائل الترفيهية التي تحظى بحب وإعجاب كبيرين لدى شريحة الأطفال، وهذا هو موضوع كنزة بودلاء، والتفاصيل راح تكون مع الزميلة نسرين عروة في فقرة بيتكم لتهتم بالأسرة والتكنولوجيات الحديثة، كما نهتم كذلك في البرنامج بكل ما هو عادات وتقاليد. اليوم في تراث بلادي مع أمينة عرجان راح نتوقف عند حرفة صناعة السيراميك في الجزائر. فن السيراميك جزء من التراث الجزائري ومن الحرف اليدوية التي لا يزال الكثير من الحرفيين محافظين عليها. هذه مشاهدينا باقي فقرتنا لعدد اليوم، لنبدأها بخيرة الفقرات، فقرة سلوكيات بحضور الدكتور عماد بن عامر مباشرة بعد الفاصل. صباح الخير على الدكتور عماد بن عامر. صباح الخير دكتور. صباح الخيرات والبركات والرحمات اخي محسن. دائما في الموعد من خلال هذا الفقره نبداو بها. نهار نتمنوه مبارك وسعيد وموفق للجميع. موضوعنا لنهار اليوم الترغيب في الورق، وهو كذلك اخي محسن هذا الموضوع بالغ الاهميه كما سنرى في بعض الاسقاطات وبعض التنزيلات على ارض الواقع. طبعا هو موضوع اصله او هذا الخلق أصله القلب، منبعه القلب، ولكنه ينطبع على سلوكياتنا في الظاهر يسمى بالورع. كثير من الكتب التي تعنى بالتربية والسلوك والتصوف يسمى يعني يدرجونه في باب يسمى باب الورع وترك الشبهات. تفضل دكتور. لك الفضل أخي محسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت ربي تجعل الحزن سهلا. سهل اللهم أمورنا يا رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم احفظنا بإسلام قائمين، واحفظنا بإسلام قاعدين، واحفظنا بإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. أما بعد، إخواني المشاهدين، أخوات المشاهدات، هذه الوجوه الطيبة وهذه السرائر النقية وهذه الأفئدة المؤمنة الطاهرة أحييها بتحية الإسلام العطرة وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، وصبحكم الله بكل معاني خير والمحبة والإخاء في هذا اليوم الأغر المبارك الفضيل، فصباح الخير عليكم جميعا. إذا تحدثنا عن خلق الورع أو عن ترك الشبهات، نتحدث عن موضوع مهم جدا نحتاجه في حياتنا، لأن أفعال الناس أو أقوال الناس تعتريها الأحكام التشريعية الخمسة. يعني ما من فعل يقوم به الإنسان، ما من قول يقوله الإنسان إلا وله حكم شرعي،
المولى عز وجل تعبدنا بالأحكام التكليفية أو الأحكام الشرعية خمسة، وهذه أحكام معروفة كل الناس يعرفونها، وهي الواجب أو الوجوب، والمحرم أو التحريم، والمندوب أو المستحب أو الندب أو الاستحباب، وعندنا الكراهة أو المكروه، وعندنا المباح أو الإباحة. ما من فعل تقوم به أخي محسن في هذه الدنيا، ما من قول تقوله إلا وله حكم شرعي. صح. مثلا إنسان قل ما حكم تأديته للصلاة؟ واجب. واجب مباشرة أقارب. نعم. مثلا قل ما حكم البيع والشراء في الأمور المباحة؟ تقول مباح. البيع والشراء من الأمور المباحة، أباحها الشرع. قل ما حكم التعامل بالربا أو أكل الرشوة؟ تقول حرام. عنده حكم شرعي. إذا ما من فعل يقوم بالإنسان، ما من قول يقوله الإنسان إلا وله حكم شرعي، يسمى حكما شرعيا، معناه جاء من الشرع، لم يأتي من عقولنا أو من أهوائنا. يجي إنسان مثلا فضرب له في الدماغ يشرع للناس، لا، هذا تشريع إلهي، لذا يسمى حكم شرعي، معناها ربي هو الذي تعبدنا بهذه الأمور ونحن متعبدون في حياتنا. لكن في بعض الأحيان هناك أمور تسمى بالمشتبهات أو المتشابهات، مشتقة من الشبهة، والشبهة مشتقة من الشبه، معنى حاجة تشبه حاجة مثيلتها. والتشابه يفضي إلى أي شيء أخي محسن؟ يفضي إلى الالتباس. قدر يكون قدر ما يكون. نعم، قدر يكون قدر ما يكون، يشبه هذه أو يشبه هذه. هذا إذا المتشابهات أو المتشابهات مشتقة من الشبه، الشبه هو التماثل، قلت أنا أشبه لك في أوصاف معينة، فمعنى أنا أماثلك، فلما شيء يشبه شيء أي يماثله يقع الالتباس، معنى ما قلتش نعرفه، ما قلتش نميزه. وهذا معنى قوله تبارك وتعالى في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، حينما قتل القتيل ولم يعرفوا من قتله، جاءوا إلى موسى عليه الصلاة والسلام، يعني ذكروا له المسألة، أوحى الله عز وجل إليه إلى موسى عليه السلام أن يأمر بني إسرائيل بأن يذبحوا بقرة، وأن يأخذوا جزءا من البقرة ويضربوا الميت بها. طبعا المعجزة من المعجزات، ربما بعض الناس قد ينكرها، المعجزة من المعجزات ثابتة بالقرآن الكريم، تسمى معجزة البقرة. فبنو إسرائيل للأسف الشديد تعنتوا، واحد يحب يتفلسف في أمر ويحب كما يقولوا ينبش في الأمر، مولى عز وجل على لسان موسى عليه السلام قالوا اذبحوا بقرة، لو ذبحوا أي بقرة أخي محسن لكفتهم ولا تحققت المعجزة، ولكنهم أخذوا يتكلفون ويتنطعون. الشاهد قالوا إن البقرة تشابه علينا، إن البقرة تشابه علينا، من اختلط علينا. لماذا اختلط؟ لأن التشابه التماثل يفضي إلى الاختلاط، لم يعرفوا البقرة المقصودة، هذا معنى متشابهة. إذا المتشابهات هي المسائل التي يختلط فيها الحلال بالحرام، تقدر تكون حلال تقدر تكون حرام، بمعنى لم نستطع أن نميز الحلال من الحرام، كما ورد في الحديث الصحيح الحلال بين والحرام بين وبينهما المرتبة الوسطى، وبينهما أمور مشتبهات أو متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، يعني أغلب الناس ما يعرفوش حكم التحى، لكن المجتهدون أو العلماء يعرفون حكمها، يلحقونها بالحلال البين فتصير مباحة، أو يلحقونها بالحرام البين فتصير محرمة، لكن أغلب الناس لا يعرفونها. نقول هذه هي مرتبة المتشابهات، وما أكثرها في حياتنا. مثلا إنسان عنده معاملات كثيرة، تجارات، بعض المعاملات ربوية، وبعض المعاملات ربما فيها رشوة وما إلى ذلك، وعنده مثلا تجارات مباحة. المال هذا ككل، المال ككل، يعني بعض الناس يجي يسقسوا، هذه تدخل في الإفتاء، يجي يقول لك أن الوالد تاعي عنده تجارات كثيرة، لكن بعضها فيه حرام، ولكن أغلب تجاراته هي حلال. نقول هذا المال يسمى مال المشتبه، فنقوله تحرى، معنى قدر تقريبا المال المشتبه، إنسان ينحيه جانبا، وأغلب المال هو مال حلال، نقول يجوز لك أن تأكل من ماله وأن تستفيد من ماله، لكن إنسان كل ماله حرام، كل المال حرام، لا ينبغي لك أن تستعمل هذا المال. إذن هذه ثم مرتبة المتشابهات. ما العمل في المتشابهات؟ وهنا نرتقي فوق الفتوى، هنا ما بقتش الفتوى، الفتوى تقول حلال حرام جائز وما إلى ذلك، هذه المرتبة مرتبة الورع، هي مرتبة عالية، معناها لما الإنسان يكون في موقع شبهة نقول له مادام هذه شبهة تقدر تكون جائزة تقدر تكون مش جائزة، الأفضل أن تتركها. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. مثلا إنسان مليح كما تقول الشيخ محسن هكذا، إنسان مليح متخلق، ومن بعد نلقاه راح مكان مش مليح، مثلا
برغم انه ربما تكون عنده صالحه. نقول لا ما تدورش في هذاك المكان، هذاك المكان شبهه، المكان يوسخك هذاك. حتى اذا نيتو مشي هذاك السوق، حتى ولو نيتو مشي السوق نقولوا ابتعد عن الشبهه. وحنا عندنا واحد الحكمه معروفه تقول لك، يقول لك من عرض نفسه للتهم فلا يلومن الا نفسه، لان الناس ستشك بك سوءا، ستظن بك سوءا. هذا وش معناه الانسان يترك الشبهات. اذا الانسان اذا ابتعد عن مرتبه الشبهه حتما سيسلم له عرضه وسيسلم له دينه، يسلك. عندنا قصة نذكرها أخي محسن ونختم بها. هذه القصة تدل على هذه المرتبة العالية، مرتبة الورع أو ترك الشبهات. القصة حدثت لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، والقصة صحيحة مذكورة في صحيح الإمام البخاري. ترويها بنته عائشة الصديقة رضي الله عنها. وش تقول؟ قالت كان لأبي بكر رضي الله عنه غلام عبد يأتي له بالخراج. وش معنى الخراج؟ معناه يخدم هذا العبد، يجيب نصيب يتفاهم مع سيده أبي بكر، مثلا يقول جيب لي مثلا 50,000 النهار، وما زاد عنه فهو لك، معناه يخدمه قيس مثلا مبلغ معين، هذا يسمى الخراج. قال كان هذا الغلام يأتيه بالخراج. في يوم من الأيام هذا الغلام جاء لأبي بكر بمال أو بقدح لبن، جاب له بشيء، فأبو بكر أكله أو شربه، ثم قال له الغلام، قالوا تدري ما هذا؟ هذا الشيء اللي كليته أو شربته، وش هو المصدر تاعه؟ قالوا أبو بكر وما هو؟ وما ذاك؟ قال هذا الغلام، قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، كما نقول يضرب الفنجان ويقال الفنجان ويضرب الكارطة، هذا يسمى الكهانة. قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة، معناها ما إيش صنعته، لكنني خدعته. مع جاء واحد عنده قال تكهن لي ولا قال لي في الفنجان، وهذا الغلام ما يعرفش، ولكن كما يقال يعني خدعه من أجل المال، وما أحسن الكهانة ولكنني خدعته. فهذا المال أو هذا الطعام هذا هو الكهانة، معناها المبلغ تاعها يسمى بحلوان الكاهن. حلوان الكاهن محرم، حلوان الكاهن معناته عند واحد وتعطي له الدراهم باش يتكهن لك، الكهنة حرام، والدراهم اللي يعطيهم له هذوك أيضا مصدرها سحت. فأبو بكر لما سمع هذا الكلام خلاص كلاه. ماذا يفعل أبو بكر؟ الأصل أنه لم يتعمد الحرام، هو ما كانش على باله بأنه هذا حرام وكلاه، لم يتعمد، إنما أخطأ، كان يجهل مصدر هذا المال. حينما أخبره الغلام أبو بكر ماذا يفعل رضي الله عنه وأرضاه؟ شوف تدل على مرتبته العالية. أدخل أصبعه في فمه فاستقاء، كما قلنا بالعامية قي روحه. لماذا؟ لأنه لم يريد أن يبقى هذا المال الحرام، لم يريد أن يبقى في جسده حتى لا يسري في العروق، وهذا نسميه باب الورع. ورغم أنه ما كانش على باله، ما كانش على باله الشرع، الشرع في مثل هذه المسائل لا يؤاخذه، لكن هو من باب الورع لم يريد أن يبقى شيء من الحرام في جسده، فاستقى. خرج وش كاين في البطن تاعه، وطلع بأنه الاستقاء التعمد إخراج يعني صعب، إذا خرج من طبعه هذا أمر الإنسان قد يحدث له، لكن الإنسان إذا تعمد فيه صعوبة خصوصا عند بعض. ولكن أبا بكر يعني لم يشغله هذا الأمر، وإنما شغله أن يبقى هذا المال الذي مصدره الكهانة لا يريد أن يبقى في جسده، فاستقاء، مما يدل على مرتبة الورع التي كان فيها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. أختم حديث فقط بإسقاط على أرض الواقع. نحن في أعمالنا في هذه الدنيا في بعض الأحيان قد نقصر، إنسان يجي متأخر إلى عمله، يجي روطة وما إلى ذلك، إنسان ربما قد لا يعطي أحسن ما عنده في العمل. وش نقول هذا؟ من باب الورع وترك الشبهات أن الإنسان يخرج بعض ماله، لما يجي الأجرة تاعه الشهرية تاعه يخرج منها بعض المال مقابل ذلك العمل الذي لم يقم به، ويتصدق به، لعل الله عز وجل يقبلها صدقة، ولعله يطهر ماله كله. وهذه تدخل في باب الورع وفي باب ترك الشبهات. ان شاء الله ما نخرجوش بزاف يعني رانا نجحنا بكري. يعطيك الصحة دكتور على الموضوع اللي بدينا به صباحة اليوم. يومك موفق وسعيد ان شاء الله. نتلاقاو غدوة ان شاء الله من خلال برنامج صباح الخير، متواصل معكم مشاهدينا مع دعاء الصباح بصوت كل من احمد معاش وعائشة مشتر. اللهم اني اسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلام من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وثبتهم على ملة رسول الله، وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، وانصرهم على عدوك وعدوهم. You came to me in that hour of need when I was so lost, so lonely. You came to me, took my breath away, showed me the right way, the way to lead. You filled my heart with love, showed me the love. Now all I want is to be with you. You are my one true love, taught me to never judge. Now all I want is to be with you. على سيدنا المصطفى على حبيبك نبيك مصطفى اللهم صل على سيدنا المصطفى mendambakan petunjuk jalan. For you I'd sacrifice, for you I'd give my life, anything just to be with you. I feel so lost at times by all the hurt and lies. Now to be with you. Allahumma salli ala sayyidina Mustafa ala habibika nabika Mustafa. Allahumma salli ala sayyidina Mustafa. صلى الله عليه وسلم. نغم صباح صوت المنشد العالمي سامي يوسف صاحب الصوت العدل. نصبحوا بصوته على كامل المشاهدين تاعنا لهذا والنادو. صباحكم بالخير. انتم عليكم حابين تتعرفوا على توقعات احوال الطقس قبل ما تخرجوا. مريم حاضره معنا ومعكم مباشره بعد الفاصل. مع موبيليس اينما كنتم اطلعوا على احوال الطقس. موبيليس أينما كنتم. صاحبة النشاط الدائم والابتسامة المشرقة حضرنا معنا في هذه الصباحة. مريم صباح الخير. شكرا لك محسن. صباح الأنوار لك. صباح الخير لكل مشاهدي لم يشاهدوا فينا في هذه الصبيحة. على ما يبدو سنشهد أسبوع مغاير تماما للأيام الفارطة بعدما شهدنا تساقط أمطار كانت معتبرة وحتى ثلوج. خلال هذه الأيام بحول ستستقر كل العناصر الجوية وحسب مصالح أرصاد الجوية. إذن ترتقب أن يكون فيه ارتفاع في الضغط الجوي بحوض البحر الأبيض المتوسط سيسمح بعودة الصفاء على الولايات الشمالية. بداية أحوال الطقس المرتقبة لهذه الظهيرة الأجواء ستكون إذن مشمسة على الولايات الوسطى وحتى الغربية، لكن بعد تلاشي سحب كثيفة سفلى وضباب خفيف الذي سيكون في الموعد على الولايات الساحلية الوسطى وحتى الغربية. سحب كثيفة ستنتشر على المناطق الداخلية سواء بالنسبة للسواحل أو حتى الولايات الداخلية. بالصحراء استقرار كل العناصر الجوية، لكن السماء ستتغير تدريجا ابتداء من هذه الظهيرة فيما يخص منطقة الثورة، لكن الرياح ستكون قوية نسبيا ستسبب تنشيط زوابع رملية بكثرة فيما يخص الصحراء الوسطى ومناطق الجنوب الغربي للوطن.
انخفاض محسوس في درجات الحرارة الدنيا. نعم شهدناه خلال هذه الصبيحة، أين سجل أدنى مقياس بمرتفعات البيض مع درجة واحدة تحت الصفر، نفس المقياس بقسنطين الصيف الدرجة صفر، ببتنا الجلفة تيارت لم تتعدى إذا 12 درجة بالنسبة لكل الولايات الساحلية، 5 درجات بغرداية الواد بسكرة، إليزي 6 درجات ما بين الخط الرابع أدرار عين صالح نفس المقياس بولاية بشار، ستصل إذا إلى 8 درجات بمرتفعات الهجار والطاسيلي، ودائما أعلى مقياس يسجل بأقصى الجنوب الجزائري مع 17 درجة. خلال هذه الظهيرة الحرارة القصوى ستشهد ارتفاع طفيف مقارنة بنهار الأمس وخاصة بالغرب الجزائري وبالتحديد بوهران مستغانم مع 20 درجة، 19 بتلمسان، 18 بالعاصمة، بجاية 16 بتيزي وزو، عنابة سكيكدا 13، بقلماس وقهراس 10 درجات، بكولي من باتنا قسنطينة الصيف 12 درجة، بالجلفة تيارة البيض لن تتعدى 19، بشمال الصحراء 20 درجة، بورقلة حسيم سواد 21، بإليزي 23، بعين صالح 24، بأدرار 22، بولاية تندوف 24، بمرتفعات الهجار والطاسيلي دائما أعلى مقياس يسجل بأقصى الجنوب الجزائري وبالتحديد ببرج باجي مختار وعين قزام 32 درجة. عن حالة البحر نهار اليوم إذا سيكون مضطرب بالنسبة لكل السواحل، سرعة الرياح اللي تشتد انطلاقا من العاصمة وصولا إلى أقصى السواحل الشرقية، وعليه سرعة الرياح اللي تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة، ستكون معتدلة بالنسبة للسواحل الغربية، سرعة الرياح لن تتعدى 30 كيلومتر في الساعة. للإشارة فقط هذه الرياح ستأتينا وفق تيارات غربية جنوبية غربية بالنسبة للسواحل الغربية، ستميل غربية تماما انطلاقا من العاصمة وصولا إلى أقصى السواحل الشرقية. اليوم بحول الله غروب الشمس الذي خص العاصمة وضواحيها سيكون في حدود الساعة 5 مساء و33 دقيقة. دائما عنوان واحد يبقى يفصل في حالة الطقس، أكيد هو عنوان مصلحة الأرصاد الجوية. كانت تفاصيل أحوال الطقس المرتقبة لهذه الظهيرة، أشكركم على المتابعة، يوم موفق للجميع، العودة ستكون بعد الفاصل. مع موبيليس أينما كنتم اطلعتم على أحوال الطقس. موبيليس أينما كنتم. يعطيك الصحة مريم، كانت هذه الإطلالة الأولى، حنا نعاودو نتلاقاو بك في الإطلالة الثانية بعد ما نروحو نتابعو كيف أولى نشراتنا الإخبارية مباشرة من قسم الأخبار. صباحكم سعيد، أهلا بكم. صور بلادنا الحبيبة، صباح بالخير على كامل حبابنا اللي راهم يشوفوا فينا في شرق غرب وسط وجنوب البلاد، واللي راهم يشوفوا فينا كذلك خارج الجزائر عبر القناة الجزائرية الثالثة. هذه التحية
صباحية من الجزائر كل المشاهدين اللي تعودوا أنهم يبدأوا يومهم مع قنوات التلفزيون الجزائري. معكم في هذه الخدمة الصباحية اليومية مع مختلف الفقرات والأركان في هذه الجولة الخدماتية اللي ترافق هذه الجولة السياحية الجزائرية بلادنا الحبيبة اللي تستقبل كل السياح. دعوة في كل مرة نقولها لكل الجزائريات والجزائريين لدعم السياحة الداخلية وكذلك الناس الغير الجزائريين اللي مازال ما زاروش الجزائر، مرحبا بهم في بلادهم الجزائر اللي فتحة يديها لكل الضيوف. احنا نستقبلكم في برنامج صباح الخير يا جزائر بمختلف الأطباق والأركان والفقرات. معكم في أول يوم من الأسبوع، نتمنوه أسبوع موفق للجميع، يوم موفق بشكل خاص هذا الأحد. معكم في صبيحة الأحد 29 نوفمبر 2015، الأسبوع اللي فات كان برنامج صباح الخير يا جزائر كيف فقرات مع المناسبة العالمية اللي كانت اليوم العالمي للتحسيس ضد العنف ضد المرأة. هذا الأسبوع رح يعرف إحياء العالم لمناسبة عالمية أخرى هي مكافحة مرض السيدة. يا ناسنا يا سمعين اليد في اليد وصاف يا ناسنا يا سمعين كنا خواف وموت الحين يا ناسنا يا سمعين بصرنا غرب العالم يا ناسنا يا سمعين كنا واحد بكم حسين يا ناسنا يا سمعين اليد في اليد وصاف متين يا ناسنا يا سمعين كنا خواف ومو في الحين يا ناسنا يا سمعين بصرنا غرب العالمين يا ناسنا يا سمعين كنا واقفين اليوم يا فلان غير حل العين وجيب الفعلك اخبر وصايا من قلبك بيه خير من ذا ما تزيد لك الدار اليوم رانا شدين غيط في اليد الهم وفين وإذا بقينا ساكتين شي ما يتغير في الحين اليد في اليد لمكافحة مرض السيدة. شباب تلقاو داروا أغنية تحسيسية حنشوفوها في عدد اليوم، كما كذلك البارح شباب الجزائري كان حاضر بقوة في الحملة التحسيسية السادسة اللي تنظمها في كل سنة الإذاعة الجزائرية بالتعاون مع تلفزيون الجزائري. المكان كان ساحة رياض الفتح بالجزائر العاصمة، ملعب مصطفى شاكر بالبليدة، دار الثقافة ببومرداس، بالإضافة إلى العديد من نقاط الوطن الحبيب. سلسلة بشرية كانت تمثل الوقفة واحدة أنه كامل نكونوا ضد مرض السيدة وليس ضد الناس لمرض بهذا المرض. احنا كيفوا فقراتنا يتعلق بالصحة اليوم مع هذا الموضوع، وغدوا إن شاء الله سيكولوجيا كذلك راح نكيفوها مع هذا المناسبة، كما كيفت الزميلة سوريا سيلبشير ملف الأسبوع لهذا العدد مع الموضوع والمناسبة مرض الإيدز في الجزائر. نعود ككل سنة للحديث عن انتشار مرض الإيدز في الجزائر، وفي هذه المرة ركزنا في موضوعنا وملف هذا الأسبوع على العمل التوعوي للتحسيس بخطورة هذا الداء. وتحسيس برنامج صباح الخير يا جزائر حيكون طيلة هذا الأسبوع، ملف الأسبوع حيكون حاضر معنا من خلال هذا الموضوع، بالإضافة إلى تصريحات جابتها لنا زميلة سوريا سيلبشير، وكذلك تفاصيل أكثر عن الوقاية مع الدكتور عبد الحكيم بورنان في فقرة صحتنا. أما في فقرة مهن مع زميلة عائشة فويال اللي في كل مرة تقودنا في زيارة استكشافية لواحد من مراكز التكوين والتعليم المهنيين. اليوم احتعرفنا على تخصص داخل مركز هو تخصص تصميم الملابس والحلاقة والتجميل بمركز الفتح الخاص بالتكوين المهني والتمهين لبرخادم.
الاختصاصين اللي عطيه عاطين لهم أهمية أكثر هما الاختصاص التقني سامي في الموديليزم وفي تصميم الأزياء، وثانيا الاختصاص اختصاص حلاقة وتجميل. بارابور باسكو المعهد الفتح هو المعهد الوحيد على الشان ناسيونال كي فورم سو جور دو فورماسيون. شوفوا يلا حنتعرفوا اكثر على مركز الفتح ببير خادم، والله يفتح علينا وعليكم انتم اللي كنتوا متوجهين في هذه الاثناء لقرايتكم ولا لمراكز التكوين المهني ولا للمهن تاعكم. احنا في كل مره نركزوا على هذه المهن اللي تخلي الناس ينوضوا بكري. مع محمد حجيج اليوم راح يقودنا باش عرفنا على مهنه العامل بمحطه توزيع البنزين. مهنة يعتقد الأكثرية أنها ترتبط بهذه الخراطيم لملء خزانات الوقود لا أكثر ولا أقل، لكن مهنة الضخاخ هي أكبر من هذا. هذه مهنة صباح لعدد اليوم، عدد اليوم اللي فيه كذلك العديد من الفقرات والأركان، بالإضافة إلى بث مزدوج من عاصمة الثقافة العربية قسنطينة وبث مزدوج آخر مع الزميلة أمينة عرجان في إطار طبع 14 لجائزة أحسن منتوج تقليدي، تغطية لبرنامج صباح الخير يا جزائر من مختلف نقاط الحدث وين مكان. وكذلك نهتم بالأمور اللي صراحتها داخل بيوتكم في فقرة بيتكم، في كل مرة التركيز حول الأسرة الجزائرية والتكنولوجيات الحديثة. اليوم حديثنا حيكون عن التلفزيون والطفل، الموضوع للزميلة كنزة بودلة. الطفل هو أصغر عنصر في المجتمع والفئة الأكثر حاجة إلى الإحاطة بالرعاية على جميع المستويات، فبعد يوم طويل من الجد والاجتهاد في الدراسة يبحث الأولياء عن طريقة يسلون بها أولادهم. يعتبر التلفزيون من أهم الوسائل الترفيهية التي تحظى بحب وإعجاب كبيرين لدى شريحة الأطفال لما يحتويها من ميزات سمعية بصرية من حركات. هو موضوعنا للزميلة كنزة، وتفاصيل حتكون بحضور نسرين عروة للحديث عن تأثير هذه الوسيلة الإعلامية الثقيلة على الطفل، الطفل اللي يعتبر يعيش فترة حساسة تأثر على تنمية شخصيته، وبالتالي التلفزيون عنده تأثير كبير على تنمية نفسية والاجتماعية للطفل، وهذا هو موضوعنا في بيتكم. أما في فقرة تراث بلادي الموضوع للزميلة دائما أمينة أرجان، رح نحكي اليوم على حرفة صناعة السيراميك. فن السيراميك جزء من التراث الجزائري ومن الحرف اليدوية التي لا يزال الكثير من الحرفيين محافظين عليها. هذه مشاهدينا باقت فقرتنا لعدد اليوم، أطباقنا اللي نقدمها لكم من خلال شاشة التلفزيون الجزائري في هذا الصباح. وبصحتكم انتم اللي راكو على مائدة فطور الصباح، راكو تستقاوا وتحضروا روحكم باش تروحوا تقراوا ولا تخدموا، ولا حتى الناس المتربصين في مراكز التكوين والتعليم المهنيين قبل ما تخرجوا. تسنى في كل مرة أنكم تتعرفوا على توقعات أحوال الطقس. أنا أخبركم باللي اليوم الحال بديت سقم مقارنة بالأسبوع اللي فات، وتفاصيل أكثر مع مريم مباشرة بعد الفاصل. مع موبيليس أينما كنتم اطلعوا على أحوال الطقس. موبيليس أينما كنتم.
تلتحق بنا على المباشر مريم اللي متواجدة بساحة رياض الفتح. صباح الخير مريم. صباح الأنوار. مش مصحة بعدت يا راكي في مقام الشهيد. صباح الأنوار محسن. كما سبقت إذن بذكر أن الأجواء ستتحسن على الولايات الشمالية بداية من نهار اليوم. مشاهدينا الكرام تحية صباحية مجددة. حسب مصالح الأرصاد الجوية ترتقب أن يكون فيه تحسن ملحوظ بالنسبة لكل الولايات الشمالية خلال هذا الأسبوع، اختلاف تماما مقارنة بالأسبوع الفارط أن سجلنا تساقط أمطار كانت معتبرة وحتى بنسبة ثلوج كانت على قمم المرتفعات. سبب هذه الوضعية الجوية التي نعيشها خلال هذه الأيام راجع الارتفاع في الضغط الجوي بحوض البحر الأبيض المتوسط، وعليه الأجواء ستميل إلى الصفاء على الولايات الوسطى وحتى الغربية، لكن أكيد بعد تلاشي بعض الضباب الخفيف الذي كان في الموعد خلال الصبيحة سواء بالنسبة للسواحل أو حتى المرتفعات الداخلية. سحب كثيفة سفلى ستميز الشرق الجزائري سواء بالنسبة للسواحل أو حتى المناطق الداخلية. بالنسبة للولايات الصحراوية الأجواء ستميل إلى الصفاء، لكن الأجواء ستتغيم تدريجيا يعني ابتداء من هذه الظهيرة. بالنسبة لمنطقة الثورة هنا أيضا ستنشط بعد الزوابع الرملية، نفس الأجواء بالنسبة للصحراء الوسطى. إذن انخفاض محسوس في درجات الحرارة الدنيا أين ستصل إلى درجة واحدة فقط، لكن تحت الصفر بكل من البيض قسنطين الصيف درجة صفر، بباتنا الجلفة تيارة 7 درجات، بتيزي وزو 11 بالعاصمة، 10 بعنبة سكيكدا 12 بوهران مستغانم لن تتعدى 6 بشمال الصحراء، نفس المقياس بورقلة حسيم سعود 5 بإليزي 6 بكل من أدرار عين صالح 9 درجات بولاية تندوف لتصل إلى 17 درجة بالنسبة لأقصى الجنوب. درجات الحرارة القصوى لنهار اليوم ستعرف ارتفاع طفيف مقارنة بنهار الأمس وخاصة بالغرب الجزائري، وعليه ستصل إلى 20 درجة بوهران مستغانم 19 بتلمسان 18 بالعاصمة بجاية بومرداس 16 بمدينة تيزي وزو عنبة سكيكدا ستصل إلى 13 بقلمة سقراس 10 درجات بأغلب المناطق الداخلية الشرقية 12 بالجفة تيارت البيض لن تتعدى 19 بشمال الصحراء 22 بولاية تندوف 24 بأدرا 23 بعين صالح 21 بإليزي لتصل إلى 24 درجة بتمنرة ستوا جانت. أعلى مقياس دائما سيسجل بأقصى جنوب الجزائري وبتحديد ببرج بجي مختار وعين زمع 32 درجة. البحر نهار اليوم سيكون مضطرب، لكن هذا بالنسبة للسواحل الوسطى والشرقية، سرعة الرياح لتشتد لتصل إلى 50 كيلومتر في الساعة وخاصة أواخر نهار اليوم بحول هذه أو سرعة الرياح ستكون أخف. بالنسبة لسواحل الغربية سرعة الرياح لن تتعدى 30 كيلومتر في الساعة. للإشارة فقط هذه الرياح ستأتي وفق تيارات غربية جنوبية غربية على السواحل الغربية، لكن ستميل غربية تماما انطلاقا من العاصمة وصولا إلى أقصى السواحل الشرقية. اليوم بحول الله غروب الشمس سيكون في حدود الساعة 5 مساء و33 دقيقة. دائما عنوان واحد يبقى يفصل في حالة الطقس وعنوان مصلحة الأرصاد الجوية كانت تفاصيل أحوال الطقس المرتقبة لهذه الظهيرة. أشكركم على المتابعة، العودة ستكون بعد الفاصل. مع موبيليس أينما كنتم اطلعتم على أحوال الطقس. موبيليس أينما كنتم. يعطيك صحة مريم، شوفوا باللي ولا الاستقرار الجوي لبلادنا الحبيبة. فعلا محسن دينا شهدوا فيه يوم السبت البارح يعني خلال هذا الأسبوع شهدناها ممطرة، لكن البارح تحسن الطقس. خلال هذا الأسبوع نطمن المشاهدين أن يكون فيه استقرار لحالة الطقس في انتظار قدوم اضطراب جوي آخر، ولما لا سيميز المناطق الشمالية بعدما شهدنا عودة تحت ثلوج على المرتفعات. صح. الداخلية صح. البارح كنت شفت في نشرة الأخبار تيك جدار راهي معمرة بالثلج، راهي قبلة للسياح فعلا. جيت حنهضر في هذا الموضوع، كانت قبلة للسياح، حتى الأطفال كانوا فرحانين بزاف لما شافوا الثلوج بعدما غابت. صح. نقدروا نقولوا مدة طويلة، وحتى الثلج هذه متى وشد شد روحه علاش؟ لأن درجات الحرارة الدنيا راهي
منخفضة جدا، يعني درجات سالبة، مما يشد إن شاء الله، إن شاء الله يحكم حتى الأسبوع القادم إن شاء الله يزيد واحد آخر هكذا باش يكون هذا الوقت حنا تاني نضربوا دورة مريم إن شاء الله بدا بينا نروح حنا تاني روحوا لعبوا شوية بالثلج إن شاء الله. يعطيك صحة مريم، شكرا ليك، يومك سعيد وموفق إن شاء الله. أيضا بداية أسبوع موفقة للجميع. كذلك احنا نضم صوتنا لصوت مريم، نتمنى يوم موفق وسعيد لكامل المشاهدين اللي راهم خارجين في هذه الاثناء من ديورهم، كما الناس اللي يمتهنوا مهن الصباح، وهي الفقره اللي نحبوا نبداو بها مشاهدينا باش هكا نحفزوكم اكثر انتم تكونوا رايحين الخدمه تاعكم، باش تشوفوا بلي كاين ناس بزاف يمتهنوا العديد من المهن، وكل مره نسلطوا الضوء على واحده من هذه المهن. الوجهه تاعنا اليوم هي وجهه تقريبا كل السائقين اللي خارجين لازم يجوزوا على محطات البنزين باش نتعرفوا على مهنة العامل بهذه المحطة مع زميل محمد حجيج. مهنة يعتقد الأكثرية أنها ترتبط بهذه الخراطيم لملء خزانات الوقود لا أكثر ولا أقل، لكن مهنة الدخاخ هي أكبر من هذا. اون بيست الناس لازم ما يشوفوش بالنظرة هذيك، كيما كنا نهضروا بكري كيما يشوفوها الناس بكري يقول لك ان بون بيست ما صارت دون زان تحبس في بون بيست وخلصوا يعمر لك انسي سويت. دوك ان بون بيست لازم لك باش تولي ان بون بيست لازم تكون يكون عندك ان اكسبيريونس في سيكوري كيما يقولوا في لا سيكوريتي، يقدر واحد في مالاز قدامك لازم تكون تعرف كيفاش تانترفيني باغ اكزومبل لي برومي سوكور باغ اكزومبل ان انسوندي كيفاش تبروسيدي ان انسوندي. بومبيست كيما يقولوا راهو تقول لازم يكون عندك شويه سيرتان كونيسونس نيفو شويه فيها شويه قرايه وفيها كذا، كي يكون واحد خدام فيها يعرف بلي بومبيس ماشي حاجه سهله، عندك اون ريسبونسابيليتي ماشي غير خدم وبيع وسيت سويت. عندنا حوايج اللي نخدموهم صباح دبونور قبل ما نبداو الخدمه باغ اكزومبل سي سيكوريزي لوندروا كيما يقولوا كاش هكذا نيتوا لونتوراج تاع لا ستاسيون تسمى ليلو وين نخدموا حنا نعيطوا له ليلو. عندنا ثاني اون برون لي ستوك لي جورج واش حنا عندنا كاباسيتي. هي هذاك لي ستوك تاعنا سي سنتيمتريك تسمى نخرجوا لا جورج تولي تبرد لنا واش كاين في لي ستوك، والزميل تاعي ماركي في الاخر، وعندنا ان طابلو اللي يرجع لنا يوري لنا بلي اون ليتراج شحال شحال كاين في ستوك. عندنا اون بات دو برودوي نوتيليزيوها شاك فوا دو بونور بور ساسوري بلي البرودوي الي كونفورم لي نورم تسمى يا با دو بينيتراسيون كيلكو سوا لو برودوي ولا. هنا تبين لنا بلي الحمد لله ماكاش يا با بريزونس دو، كي نديرو الما في لاباط هادي تشوفو اللون كيف كيتبدل، اللون تبدل تسمى ولا روز فونسي كونتاكت دو تسمى لا بات شونج دو كولور. عندنا كوم لي زيكستانتور عندنا ان ديتاسمون دي زيكستانتور بيسك فلانوي مع ليميديتي كدا لي زيكستانتور بلا بودر ساش سونتاس، حنا شاك فوا لو ماتان اون ديتاسي لي زيكستانتور. واش عندك؟ واش عندك كاين ناس بزاف يشوفوا يقول لك سي لو ليكيد اللي يشعل، هي سي فو سي لي غاز هما اللي يشعلوا كيما يقولوا تكون ماشي يشعل كيما يشوفوا في الدار يشعل الفرن وكذا، سي سي ان اكسبلوزيون لي غاز اي برودوي. ما حنا كيما يقولوا توجور اون ساسور بلي يكون لو ريسك زيرو باغ اكزومبل كيما يقولوا باغ لو تيليفون سي انتردي بزاف حوايج كيما كاين ناس يشوفونا كي يلبسوا هكذا يقول لك والله غير لابسين ملاح هادو لي بومبيس لي تيني، هي كون يعرفوا هاد لي تيني هادو ما سو سو با دي تيني نورمال سي دي تيني ما يشدوش ليليكتريسيتي ستاتيك.
كاين ناس يقول لك باغ اكزومبل كاسكو سي ليكتريسيتي ستاتيك، كاين ديبيل هكذايا تاع لو لان تاع كذا، بالك في الليل واحد كيدخل بيته وتكون الضوطه فيها كينحي التريكو يشوف هكذا دي زيتان سال هكذا، هادوك يسون فلامابل. لودور تاع ليسونس كانت تكزيستي كيما يقولوا في الثمانينات بالك، ولا باغ اكزومبل البومبيس كيخدم في الفولي كونتور اللي اكسبوزي لي غاز. بصح دوكا تيك افيك لي نوفو فولي كونتور هادوما جدد هادوما اللي لحقوا تما افيك دي ريشيرش كدا، هادوما يسون في سبيسيال، ميم لي بيستولي هادوما فيهم ان سيستيم تاع لو روتور دو غاز. ميم انت كي دوكا تك البيستولي هذا كيما راك تشوف فيه، فيه ان روتور دو غاز. باغ اكزومبل كي تكون تعمر في كروسه دوكا هكذا كون عمر الكروسه كاين دي غاز كي سيشاب، و ميم طون كاين ان سيستيم في الفولي كونتور يعاود ياسبيري لي غاز هادوك اللي خرجوا من لو برودوي في كاع توت كاتيجوري دو برودوي. أن تمتهن مهنة الضخاخ ليس بالأمر الصعب، لكن عليك التحلي بالمسؤولية ومعرفة كيفية التعامل مع الزبائن في كل الظروف. البومبيس لازم يكون عنده شوية كوتي تاع بسيكولوج، لازم كما يقولوا لازم تعرف كيف تعامل، كيفاش تعامل، ماشي بومبيس خلص على الناس وبيع وصصارات لا وكذا، هي كما يقولوا المعامله والحسن المعامله ولسان حلو، هذا مشتري تما اليوم تعاملوا باحسان غدوه يولي لعندك ويسوسون الاز معاك. حنا كاين دي كليون يجوز على برسك 15 ستاسيون ما عمرش فيهم يجي سبيسيالمون لهنا خاطر يصيب راحته اوتوماتيكمون. الكليون تاعنا ولاو شغل فامي، ابخي حنا كي يجيو يسقسيو علينا نسقسيو عليهم، يجي يسقسي لي كيسي وراه فلان ورا مام، كاين دي كيسي تاعنا مفوت والفو هاد الناس كيكون على بالو شحال يعمر واش من لاباري اللي يحب يعمر فيها. دي فوا كيكونوا خدامين اللي الكدا كاين دي كليون يدخل هو بور لوي يعمر ويراه. بار كونتر كاين دي بومبيست افيك ان سيرتان اكسبيريونس دابري واش درنا كونفورماسيون اي تو، تسمى البورت كونسيو كليون قال فوالا باينك عيان شويه خويا، عندنا دي سانيتير روح غسل وجهك، عندنا ديستريبيتور تي برون كافي، تسمى ما تخليش يخرج من عندك من لاستاسيون هكذاك نعسان ولا. اذا هي مهنه ظاهرها تجاري لكن باطنها انساني، همها الاول هو سلامه الزبون قبل كل شيء. يعطيك الصحة محمد على هذا البورتري، قربنا أكثر من مهنة الدخاخ العامل بمحطات البنزين. تحية لكل العمال بمحطات البنزين وين ما كانوش، اللي جميل اللي قالوا أنه مهم جدا مهما اختلفت المهن، المهم التعامل الطيب خاصة فيما يخص هذه الأعمال اللي عندها يعني لقاء مباشر مع الزبون. لازم كل واحد في العمل تاعو يسبق الابتسامة كي يتعامل مع الناس اللي يجوا يقضوا الخدمة تاعهم من عندو، كما احنا دائما نستقبلكم بابتسامه عريضه ونقدم معكم صبيحه كل يوم على شاشه التلفزيون الجزائري، من مهن الصباح الى فقره مهن اللي نركزوا مع عائشه فويال على بورتريهات لشباب تقدموا لآلية من اليد دعم تشغيل الشباب اللي تقدمها الدوله الجزائريه، او كذلك مراكز التكوين والتعليم المهنيين. اليوم هتكون وجهتنا الى هذا القطاع مباشرة بعد الفاصل. كل مرة عايشة تعرفنا على واحد من هاد المراكز اللي تقدم العديد من التخصصات. اليوم راح نروح بكم إلى مركز الفتح ببير خدم، مركز التكوين والتعليم المهنيين، باش نتعرفوا على التخصص اللي عنده إقبال كثير وكبير خاصة من عند الأوانس والسيدات، يخص تصميم الملابس، الحلاقة والتجميل. نتابعوا كيف هذا الروبورتاج باش الناس اللي مازال ما التحقوش بهذا القطاع قولوا بلي دوره فيفري على الابواب والتسجيلات راح تبدا. نشوفوا كيف هذا الروبورتاج ونرجع لكم بقى معنا. تعد الازياء والحلاقه والتجميل من اهم مقاييس عناصر الجمال لدى النساء، فهي تساهم في تحسين اطلالتها والاضافه لمظهرها الخارجي. هذه الاهتمامات التي تعنى بها المرأة أولاها معهد الفتح الخاص بالتكوين المهني والتمهين ببئر خادم
أهمية خاصة أسفرت عن تخرج دفعات مؤهلة لولوج معترك الحياة المهنية، فساهم في الرفع من المستوى المهني لليد العاملة في هذه التخصصات. كان un centre de formation puis en 1990 il a été érigé en institut. اختصاصين اللي عطيت لهم أهمية أكثر هما الاختصاص التقني سامي في الموديليزم وفي تصميم الأزياء، وثانيا الاختصاص اختصاص حلاقة وتجميل. par rapport parce que le معهد معهد الفتح هو المعهد الوحيد على الشان ناسيونال كي فورم سو جور دو فورماسيون سيتادير تكنيسيان سوبيريور اون موديليزم او بيان تكنيسيان سوبيريور اون كوافير استيتيك. عندهم الفصاله، عندهم الخياطه، عندهم لو ديسان، عندهم سادير لو ديسان تكنيك سي ان لانغاج في لابيمون، عندهم ميم مات فيزيك سادير باسكو في الفصاله باش يديروا لي باترون يسحقوا دي فورمول. C'est-à-dire, c'est un, la formation de terre, elle est complète. Je suis en train de me faire un peu de travail. مكياج يبداو مكياج النهار بعد الليل ويكملوا بالمكياج الفني. يشهد المعهد إقبالا متزايدا على اختيار مثل هذه التخصصات التي تتوافق ومؤهلات المرأة المتربصة لتحقيق ذاتها والمساهمة في تنمية مجتمعها. التحقت في هذا السن هذا المعهد وكان حلمي الكبير منذ بدأت الخياطة منذ 25 سنة، وكان حلمي أنني ألتحق بهذا المعهد. أتيحت لي الفرصة في هذا العمر كي ألتحق لكي أكمل مشواري العملي عن طريق أسس صحيحة. الشوز اللي اجتهدنا وقمنا بها داخل المؤسسة c'est-à-dire qu'on a fait en quatrième semestre on accélère les sciences avec les organes d'insertion. C'est-à-dire comme l'ensège, l'ONGEM, etc. Donc, c'est pour faire le mutarabissa qui est fait le حصول à la قرض. وهذا بتتمكن متربصة أو لفتح ورشة خياطة أو ان صالون دو كوافير. توفير الخبرات الفنية اللازمة والإمكانيات الآلية المتطورة لبلوغ أرقى المستويات شجع المتربصات على مواظبة التكوين وتطوير قدراتهن المهنية. On a tous les équipements nécessaires, عندنا كاع les équipements وزادوا لنا les brodeuses électroniques. وكي تشوف الخدمه صدق اللي ما يعرفش يا با اي غران ديفيرونس بين الخدمه تاع الماشينه وتاع اليد كي تكون لو ديسان مليح. سي دي بروفيسور اللي تحصلوا على كفاءه على خبره مهنيه ما نقدوش نستهانوا بها. سي بور سيت ريزون كو سي تادير لا فورماسيون الي تري 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 بون كاليتي. جميل أن يهتم هذا المعهد بالمرأة الراغبة في التكوين، لكن الأجمل هو مسايرته للتطور التكنولوجي الذي يرسم ملامح مستقبل كل المتربصات. شكرا عائشة على هذا الروبورتاج، وتحية لكل المتربصات خاصة في هذا المركز مركز الفتح لتكوين والتعليم المهنيين بخادم. على العموم كان البرنامج برنامج صباح الخير يا جزائر واكب الدخول الخاص بهذا القطاع لدورة سبتمبر 2015، أكيد احنا واكبوا دورة فبراير 2016 وين راح تبدا التسجيلات عن قريب، لانه هذا القطاع مهم بزاف ومكملين دائما مع الفقرات اللي تهمكم انتم مشاهدينا خاصة في الفترة الصباحية. سلامة المرورية في كل مرة شددوا عليها من خلال فقرة يوم الثلاثاء بحضور قيادة الدرك الوطني، ويوم الأحد بحضور الزميل محمد حجيج اللي يقدم لكم مجلة في التأني. السلامة، نتلاقوا معه مباشرة بعد الفاصل.
السلامة المرورية هي اللي نتمناوها لكل المشاهدين. رحبوا بك محمد، صباح الخير. صباح الخير محسن. طبعا يا السلامة المرورية نتمناها كل مستعملي الطريق. طبعا اليوم في هذا العدد راح نتحدث حول حوادث المرور بصفة عامة، أسبابها، نتائجها، حسب بعض نقدموا بعض الإحصائيات إن شاء الله. لو نبدأ من بصفة عامة، حوادث المرور في العالم تعتبر مشكل عويص في كل دول العالم. آخر الإحصائيات تقول أن تقريبا حوالي 54% من حوادث المرور تقع في الدول النامية. احنا كي نشوفوا ونقولوا الدول النامية تقع في 54%، يعني تبقى النسبة تقريبا نصف الدول المتطورة، يعني كان هناك توازن. لكن العكس، لأن الحظيرة الأكبر، حظيرة السيارات، تتوجد في الدول المتقدمة. الأسباب طبعا يقولوا في هذه الدراسات العالمية يقولوا أنها لنقص الهياكل القاعدية والمنشآت المتطورة الخاصة بالطريق. لو نتحدث عن الجزائر، دائما في الجزائر دائما زادنا نحتل المراتب الأولى عالميا وعربيا طبعا، بحوالي أكثر من 60,000 حادث مرور سنويا، يخلف أكثر من 60 جريح وأكثر من 60,000 جريح وأكثر من 40,000 قاتل. في اخر احصائيات يعني مسجله لدى مصالح الامن الوطني في الفتره ممكن تبدا من 10 الى غايه 16 من هذا الشهر، سجلنا حوالي 225 حادث مرور، خلف هداوة 250 جريح وحوالي 6 قتلى. ودائما يعود مشكل الاسباب للعنصر البشري ثم المركبه والمحيط. العامل الاول هو العامل البشري طبعا. العامل البشري في المثل في السرعه المفرطه بالدرجة الأولى والتجاوز الخطير، وهناك بعض الأسباب، عدم الانتباه، عدم استعمال إشارات المرور، الإشارات الضوئية إلى آخره من الأسباب. لو أننا نعرج على الإحصائيات السنوية، ما قلنا في البداية حوالي 60 أكثر من 60,000 حادث مرور. في العام الماضي سجلت المصالح المختصة حوالي 40 بالضبط 40,101 حادث. هذا يعني كان نشوفوا احنا المعدل السنوي اليومي 110 حادث مرور في اليوم، يعني يخلفوا حوالي 178 جريح يوميا و13.18 قتيل يوميا. 13.18 قتيل يوميا، يعني شيء كبير مخيفة. وكما قلت مرة محمد أنه كل هذا شخص يتوفى مرة عائلة مرة ناس. طبعا حوادث المرور يعني ناهيك عن الخسائر المادية اللي تكبدها الدولة اللي احنا غير في غنى عنها، هناك أيضا ما نقول إذا صح التعبير تأثر على النسق الاجتماعي للأسرة الجزائرية. ضحية المرور هو ضحية مرور القاتيل أو الجريح هو أب يقدر يخلي اطفال يتامى، هو زوج يخلي ارمله، هو ابن يخلي كما نقول احنا بلغتنا يخلي حرقه في قلب والديه، يعني اللي تبقى لها مدى الحياه. طبعا لما نحكوا على هذوك الناس اللي يتقاسوا بحوادث المرور تسبب لهم في اعاقات مستديمه، يعني دمر حياه شخص، دمر حياه شخص، حتكلف اموال باهظه للدوله. هذو يعني كنا قادرين نتفاداهم، يعني نقدروا نتفاداو هذو بأي طريقة، يعني خاصة بالاحترام إشارات المرور. يعني في القانون احنا نذكر برك أن في القانون يعني القتل في حوادث المرور يعتبر القتل خاطئ، لكن كاين بعض العلماء الدين يقولوا أنه قتل عمدي. مثلا انت عندك طريق في إشارة مرور يقول لك 80 أقصى سرعة، انت تمشي 120-130 حتسبب في قتل الناس، وربما تقتل حتى روحك وتقتل الناس. كان بعض العلماء يقولوا هو قتل عمدي، يدخل في القتل العمدي، ونعرفوا احنا القتل العمدي هو محرم في ديننا. البعض يقول هو قضاء الله وقدر، طبعا قضاء الله وقدر، لكن انت تشوف اشاره 80 وتمشي 200 كيف تقول قدر الله؟ حتى ربي قلنا كان قدر الله وقدر. لكن كان ايضا ايه تقول ولا تهلك ولا تهلكوا انفسكم ولا تهلك ولا تؤدوا لانفسكم للتهلكه. طبعا يعني باش الواحد ما هذا انتحار، يعني من 8 تمشي 200 انتحار. لو نعود ايضا دائما الحوادث المرور، عندنا مستعملي الطريق دائما هما 90%، المركبات اكثر من 3%، ونعودوا للمحيط 2%. طبعا وفي احنا نعرفوا بلي ان الفئه العمريه المتسببه في حوادث المرور دائما يقول لك هما اصحاب 18 سنه 20 سنه، لكن الاحصائيات تقول العكس، هما الفئه من بين 30 الى غايه 39 سنه.
اظن ان الفئه هي الاكثر اللي تكسب سياره، اللي تسبب في هذو حوادث الموت هذه الفئه من 25 الى غايه 29 سنه و18 الى 24 سنه طبعا. وايضا فيما يتعلق برخص السياقه، هي فئه طبعا اقل من 5 سنوات، لازم رخص سياقه جديده باقل 5 سنوات. وكاين ايضا فئه اللي تسبب حوادث من حوالي 10% ما عندهاش رخصه السياقه طبعا. وتبقى دائما للقضاء على هذه التقليل من حوادث المرور هي الحملات التحسيسيه صح. اللي تنظمها مديريه الامن الوطني، قياده الدرك الوطني طبعا، تنظمها ايضا الجمعيات والمجتمع المدني، وهدف هو كل مجهود يعني متناسق، مجهود مبذول يعني يكون هو التعاون حتى وسائل الاعلام انها صح. لازم كما تلفزيون الجزائري من خلال هذه الفقره، ولا من خلال المجلات، من خلال فقره السلامه المروريه، من خلال حصص في تعني سلامه، من خلال حصص اخرى في الاذاعه والتلفزيون الجزائري، يعني كلهم لازم يساهموا باش يقلوا من هذا هذه الظاهره. لو نشوفوا الترتيب الولائي مثلا اللي كنت كنت سقسيته، لانه كنت نعرف انه مسابقا كانوا يقولوا ولايه سطيف هي اللي فيها هذه النسبه مرتفعه. طبعا الترتيب الولائي نقدر نرتبوها على حسب عدد حوادث المرور، نقدر نرتبوها على حسب عدد القتلى وحسب الجرحى. فيما يتعلق بحوادث المرور نقول دائما هي الجزائر العاصمه، تليها سطيف ثالث في المرتبة الثالثة هي باتنا. أما فيما يتعلق بالجرحى ما كاينش تبسة، رسم قال لي تبسة ما فهمتش وين جاب هذه المعلومة. تبسة لا تبسة ربما عندها ساقلوا ناس تبسة نحيوهم في تبسة إن شاء الله كامل ولايتنا يتنافسوا على حاجة واحدة أخرى، مش يتنافسوا على شيء مثل حوادث المرور. يعني فيما يتعلق الجرحى نفس الترتيب، نجد سطيف الجزائر، سطيف باتنا، هذا نتعلق نهضروا على 2014 يعني العام الماضي. وفيما يتعلق بالقتلى نجدوا وهران احتلت المرتبة الأولى في عدد القتلى، تليها سطيف باتنا، يعني سطيف اللي كنت قلت الأولى دائما راهي في المرتبة الثانية. المهم هذه الإحصائيات اللي ندقوا من خلالها نقص الخطر اللي توعي إن شاء الله نتنافسوا في حاجات ملاح اللي نخدموا بها كما قلت العباد والبلاد نفسها كما هذيك الضر وتقضي على حياة ناس، وبالتالي في كل مرة احنا نحسوا بضرورة احترام القانون بشكل كبير. طبعا وهو يبقى اهم طريقه والاحسن وسيله للحد من حوادث هو احترام قانون المرور واحترام اشارات المرور، لان هي الرفيق الدائم في الطريق بالنسبه للسائق طبعا. ان شاء الله في الاخير اكيد لازم نقدموا بعض النصائح والتوجيهات للمشاهدين تاعنا. بعض النصائح والتوجيهات، يعني كل سائق عنده رخصه سياقه يعرف قانون المرور، قرأ قانون المرور، يعرف النصائح، لكن يتعمد للأسف. يعني يمكن أنه يوجد حادث مرور ويشوف ويقول صاحبه هذا السيارة بان كان يجري، لكن هو غير ديباسي، يعني يجوز هذيك الحادث ينسى الحادث ويقعد يجري. يعني إشارة المرور 80 امشي 80، لأنه السرعة هي اللي تسبب في السرعة هي أول سبب لحوادث المرور اللي هي التجاوز خطر. عندك 80 امشي 80، عندك 120 امشي 120، 100 امشي 100، علاش تزيد هذه السرعة؟ احترام إشارات المرور واحترام القانون بصفة عامة، قانون المرور بصفة عامة هو الشيء اللي راح يخلينا أننا نحدوا من حوادث المرور والتحلي بالثقافة المرورية السليمة طبعا. إن شاء الله يعطيك الصحة محمد. الله يسلمك. نتلاقاو نهار الخميس إن شاء الله لتقديم عدد مجلة في التأني السلامة. ودائما هذا هو الشعار تاعنا اللي هو عنوان المجلة في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. تروحوا بخير وتولوا على خير أنتم اللي خارجين في هذا الأثناء. احنا من خلال فقرات برنامج صباح الخير يا جزائر كلها تصب في هدف واحد هو خدمتكم واهتمام بسلامتكم وصحتكم، لأنه الهدف تاع الواحد في هذه الحياة أنه يعيش حياة على الأقل تكون خالية من مثل هذه الأمور المعقدة. وهذا هو موضوع ملف الأسبوع مباشرة بعد الفاصل. صبيحة أحد مع زميلة سوريا سيلباشير نفتح ملف الأسبوع. هذا الأسبوع راح يتزامن مع حلول اليوم العالمي لمكافحة مرض السيدة. كنا مع زميل محمد حجيج حكينا على حوادث المرور اللي تؤدي إلى قتل الكثير من الناس، هناك كذلك أمراض تؤدي إلى وفاة الناس. مرض الإيدز أو مرض السيدة هو مرض العصر، وكاين اللي يسموه حتى طاعون العصر. راح نبداو في حملة تحسيسية من خلال برنامج صباح الخير يا جزائر مع مختلف الفقرات والأركان. اليوم مع دكتور عبد الحكيم بورمان احنا نحكوا على جانب التوعية والتحسيس، وغدوة إن شاء الله مع
الأستاذ في تنمية البشرية عبد الرشيد بوبكري نحكو على الجانب النفسي، وفي ملف الأسبوع اليوم سنفتح ملف الإيدز في الجزائر، التوعية والتحسيس مع سوريا سي بشير. خطت الجزائر خطوة معتبرة في مجال مكافحة السيدا بعد توفير الإمكانيات وزيادة المراكز الخاصة بالعلاج التي ارتفع عددها إلى 16 مركز عبر التراب الوطني، وارتفع عدد المستفيدين من العلاج بأكثر من 50%. من 1985 حتى 31/12/2014 هناك حوالي 9103 حالة مرضية، يعني حالة إيجابية للفيروس ده، يعني حالة سيرو بوزيتيف. في 2014 فقط تم الكشف على حوالي 845 حالة مصابة بالفيروس، منها 435 حالة رجل و 410 امرأة. مع العلم أن نسبة الإصابة هذه كلها، يعني النسبة الكبيرة من الإصابات هذه لدى فئة الشباب اللي هو يعني الفئة الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض. تنقلنا لمستشفى الهادف لسل الأمراض المعدية للقيام بروبورتاج، غير أن المرضى رفضوا الإدلاء بشهاداتهم للمضايقات التي تعرضوا لها بعد بث أحد القنوات التلفزيونية الخاصة روبورتاج لم يحترم خصوصيتهم وحقهم في البقاء مجهولين. ففكرنا في جعل العمل التوعوي والتحسيسي الجانب الأهم في روبورتاجنا، وتنقلنا إلى مقر جمعية إيدز الجزائر. اليوم رانا نديرو في حملة توعية، من حملة توعية حول الكشف حول الفيا السيدا، وهذا الكشف راح يقوموا به يعني لي جون، خاصة لي جون، ولي جون هما اللي راح يقوموا بعمل توعوي باش يجيبوا لي جون باش يديروا الديبيستاج، لأنه أكبر الاستراتيجيات اللي راح تقدر تنجح هي بعمل ليجن اللي يعملوا مع الشباب، اللي يعمل مع الشباب، هذا هو الاستراتيجية اللي نظنها هي النافعة للوصول إلى استجابة وطنية ونقص يعني نسبة الإصابات بفيروس السيدا في الجزائر. عديدة هي نشاطات هذه الجمعية بالتعاون مع هيئات رسمية وجمعيات أخرى، وكانت لنا فرصة متابعة إحدى الحملات التحسيسية التي تنظمها هذه الأخيرة في كل أرجاء البلاد. في الشباب بتكون استجابة، يعني حاسين بالمسؤولية وحاسين باللي الفيروس هذا ماهوش بعيد عليهم وراهم ما تريسين به. دي فوا الكبار شوية اللي خافوا هذا السوجي، مازالوا طابوا في الجيري، الكبار هما اللي دي فوا يفيتيونا، ما يحبوش يهضروا معنا، ما احنا صافا الحمد لله نسيو معاهم، نحاولوا معاهم ونسيو نلحقوا المعلومة الأكبر عدد ممكن من الشعب الجزائري كامل. لم نتمكن من الحديث إلى جميع المواطنين الذين قدموا هنا للقيام بالتحاليل المجانية احتراماً لخصوصيتهم، فالجميع متخوف من التهميش حتى وإن كانوا أصحاء سوى هذا الشاب. أنا كنت جايز، تلاقيت بادو تاع الجمعية، شغل فهمني على السيدة باللي قال لي السيدة يقتل، وعطاني دي زيدي كيف ينتقل، كيف تحمي نفسك منه، باللي السيد اللي مريض بالسيدة نورمال. قال لي تاني باللي لو كانت تكتشف المرض بكري مليح ليك. تسمى انا على هذيك اللي حبيت ندير. ليش يعني قاعد يتهربوا وما باش يدير ديبيستاج، ما يحبش يشوف الناس، واش قلت؟ انا نقول ليجان، نقول لهم ديبيستاج تاع السيدة ماشي معناتها الانسان اللي مريض بالسيدة ماشي مليح، ولا خاطش كيما فهمني السيد، السيدة ما يقدرش يجي غير من العلاقات الجنسية الغير شرعية، يقدر يكون مستحفافة ولا مواد حادة اون جينيرال، سي بور سا ولا كاين اللي بالرضاعة كيما فهمني، سي بور سا اللي يقدر انسان يكبر به بلا ما على باله، على هذيك اللي مليح دير واحد ديبيستاج. نشاطات وحملات تحسيسية كثيرة تنظمها هيئات أخرى بالمشاركة مع مواطنين وحتى المرضى، وأهم هذه المؤسسات القناة الإذاعية الثالثة التي لا تفوت الفرصة للمشاركة. كل
هذه الجهود لها نتائج إيجابية، ولعل أهم الرهانات التي تمكنت الجزائر من كسبها التقليل من انتشار العدوى من الأم الحامل للجنين بعد إدماج تشخيص السيدة في مراكز الأمومة، كما اختيرت الجزائر لتكون الحاضنة للمركز الإفريقي العربي للتعاون والبحث حول السيدة لامتلاكها القدرات والخبرات الكافية في هذا المجال والدعم الكبير للدولة لمكافحة هذا الداء. يعطيك الصحة سوري على هذا الموضوع في ملف الأسبوع الإيدز في الجزائر، وتحية لكل الجمعيات اللي تهتم بالتحسيس ضد هذا المرض، كل المؤسسات الإعلامية والثقافية على رأسها الإذاعة الوطنية والتلفزيون الجزائري. راح نرجعوا للحملة السادسة اللي كانت البارحة انطلقت بساحة رياض الفتح بالجزائر العاصمة، نفس الحملة كانت بملعب مصطفى شاكر بالبليدة، وكذلك دار الثقافة ب بومرداس وعديد ولايات الوطن. سنة بعد سنة المجهودات تزداد لمحاربة هذا المرض، محاربة انتشار هذا المرض، وكذلك في المقابل نشوف نتائج إيجابية على الواقع مقارنة بالإحصاءات للسنوات الماضية، قلة انتشار هذا المرض، لأنه مهم جدا التوعية بشكل كبير، توعية المواطن، توعية الشاب بخطورة هذا المرض، طريقة العدوى وانتقال فيروس، منع فقدان المناعة المكتسبة. هذا المرض اللي في وقت فات كان منتشر كثير في كامل دول العالم، الجزائر على غرار الدول فيها إصابات بهذا المرض. أكيد حيكون برنامج خاص لصباح الخير يا جزائر يوم الفتح ديسمبر، احنا خلال هذا الأسبوع رح نحسوا بخطورة انتشار هذا الفيروس. والآن معنا لقاء كان جمع زميلة سوريا سيباشير مع السيدة زميت فاطمة الزهرة، وهي أستاذة مساعدة في الأمراض المعدية بمستشفى الهادي فلسطين. تابعوا هذا اللقاء ونرجعوا، ابقوا معنا. On est dans un pays où on a une prévalence qui est inférieure à 1%. يعني الحالات يعني par rapport au monde يعني رانا inférieure à 1%، يعني عندنا une prévalence qui est faible. ما عندناش حالات بزاف كيما لافريك سبساريه. لا بروميير كوز تاع يعني تاع انتقال هذا المرض هو عن طريق العلاقات الزوجيه، ويعني هو يعني عالميا هذه هي لا برينسيبال لو برينسيبال مود دو كونتاميناسيون، يعني العلاقات الجنسيه هي في المرتبه الاولى حتى في الجزائر. الدواء والفحص ولا بريز اون شارج الي غراتويت، الي غراتويت يعني غراتويت لكل انسان موجود في الوطن الجزائري، يعني ما نديروش فرق بين جام افريقيا جام اوروبا، راهو في الجزائر، ويعني مرض ناخذوه كيما نعالجوه كيما اي جزائري، يعني احنا ما عندناش فرق بين جزائري وغير جزائري في العلاج وفي الفحص وفي لا بريز اون شارج كومبليت توتال دو في اتش. الحملات التحسيسيه نديروها كل عام، ما نستناوش اول ديسمبر، نروحوا للمدارس، نروحوا للمؤسسات تاع التكوين المهني، نروحوا للجامعات، يعني احنا اون في دي كومبان دو سنسيبيليزاسيون، نروحوا عند يعني الشباب، سورتو فئه الشباب هي اللي راهي الكثره اللي راهي يعني كي نشوفوا لا ترونش داج سي الشباب اللي هما راهي سون كونتاميني سون لو بلوس اكسبوزي لهاد لو فيروس، دونك نروحوا لهاد الشباب باش نقولوا لهم كيفاش يتنقل هذا المرض وكيفاش نقدروا نحميو نفسنا من هذا المرض. كي نروح عند الدونتيست ولا نروح عند الكوافور نشوف، ولا عنده ماتيريال ستيريل جبد لي الغازوار ولا نديه معايا نشوف لي عنده حاجه قديمه، ما نقلش نقول له لا نقول له اني جبت الغازوار ديالي انا، فهمتي يعني نعرف. وكي نعرفوا لي ثاني كيجوز من المراه الحامل الى الجنين ولا عند الولاده ولا عند الرضاعه، هنا المراه قبل ما تتزوج دير تحاليل، كي تجي راح دير اون غروسيس البروغرام اون غروسيس دير تحاليل،
كي تكون في الحمل دير تحاليل باش هكذا ولا ظهر اللي عندها الفيروس نقدروا الجنين ما يكونش كونتاميني يعني ما يمرضش و غراس او تريتمون يعني بلا بريفونسيون غراس ا سا اون ا دي بيبي كي سون با بوزيتيف يعني امهم تكون بوزيتيف وهما يخرجوا نيجاتيف. الشباب ديالنا حنايا تقول لك حنا ما تقيسناش وين احنا ما يقيسناش ماشي ما يجيش لينا يجي لاوروبا يجي لافريقيا حنا ما يمسناش كاع هذا المرض الوغ سي غلط. في الاول كان يجينا من اوروبا في الاول كان سيتي اون مالادي ديمبورطاسيون تجينا مي دركا راهو هنا العدوه راهي تندار هنا في الجزائر دونك كون ما نعرفوش كيفاش يتنقل كيفاش نحميو نفسنا نروحو دوا ومور. شكرا لي زميلة سوريا سي بشير وشكر موصول لسيدة زميلة فاطمة الزهرة وهي أستاذة مساعدة في الأمراض المعدية بمستشفى الهادي في ليسيبيا الجزائر العاصمة. نقول إلى جانب التوعية والتحسيس بحضور الدكتور عبد الحكيم برنامج نشوفوا على الشاشة مشاهدينا الصور الأولى اللي جابها زميل ياسين وتخديجة تفاصيل الحملة التحسيسية السادسة اللي نظمتها الإذاعة الجزائرية بمساهمة التلفزيون الجزائري عبارة عن تشكيل سلسلات بشرية خاصة بحضور الشباب هذه السلسلات لتقديم التوعية والتحسيس لمكافحة هذا المرض. سلسلة جاءت تحت عنوان اليد في اليد وهذا هو الشعار اللي في كل مرة نرفعه لازم اليد في اليد لمكافحة مرض السيدة مكافحة انتشار هذا الفيروس مع كذلك التركيز على انه ما نكافحوش الناس لامراض بالسيده لكن احنا الهدف تاعنا هو انه نكافحوا انتشار هذا الفيروس. نشوفوا مع بعض على الشاشه صور كيفاش كانت البارح بساحه رياض الفتح وهي تقريبا نفس الصور اللي كانت صنعها ناس وشباب بليده بملعب مصطفى شاكر وكذلك شباب وشابات بومرداس بأمام دار الثقافة. ياسين وتخديجات جبنا هذه الصور وشارك مع زملائنا بالتلفزيون الجزائري نشوفوا كيف على الشاشة هذه الصور. شفناه اليوم الوين زمان مشى وتوتر ما بقات تشوف العين ولا الاخر راح مخدر نقولو تسرى الاخرين وش يعني هو مقدر حقرناه الهم بالعين حتى هاج علينا تسيطر قالوا مرض الالفين دواه غير ربي اللي تبر والقاوى اللوم عليه في محيو ما كان انسبر ورثت سوالي سري فطيط وركاف اي ما ينطر حسان تسايل هذي الحير وريلاق حدث يركا يا ناسنا يا سمعين اليد في اليد والصاف متين يا ناسنا يا سمعين كنا خواب ومو في الحين يا ناسنا يا سمعين بصرنا لرب العالمين يا ناسنا يا سمعين كنا واحد بكم حسين يا ناسنا يا سمعين اليد في اليد وصاف متين يا ناسنا يا سمعين كنا خواب ومو في الحين يا ناسنا يا سمعين بصرنا لرب العالمين يا ناسنا يا سمعين كنا واقفين اليوم يا فلان غير حل العين وجيب الفعلك اخبر وصايا من قلب كبير خير من ذا ما تزيد لك الدار اليوم رانا شدين اليد في اليد الهم واقفين واذا لقينا ساكتين شي ما يتغير في الحين يا ناسنا يا سمعين يا ناسنا يا سمعين كنا خواب ومو في الحين يا ناسنا يا سمعين بصرنا لرب العالمين يا ناسنا يا سمعين كنا واحد بكم حسين يا ناسنا يا سمعين اليد في اليد والصاف متين يا ناسنا يا سمعين كنا خواب ومو
سماعين وصارنا غاب على غمي. يا ناسنا يا سماعين كنا واقفين اليوم في الحين. يا ناسنا يا سماعين يا سماعين يا ناسنا يا سماعين اليد في اليد وصافتين. يا ناسنا يا سماعين كنا خواق ومور في الحين. يا ناسنا يا سماعين بصرنا لرب العالمين. يا ناسنا يا سماعين كنا واحد بكم حسين. يا ناسنا يا سماعين اليد في اليد وصافتين. يا ناسنا يا سماعين كنا خواق ومور في الحين. يا سماعين وصلنا لك. يا ناسنا يا سماعين كنا واقفين اليوم في يا ناسنا يا سماعين يا مشاهدينا. هذه حملتنا بدأت اليوم وتتواصل طيلة الأسبوع من خلال برنامج صباح الخير يا جزائر. وحضر معنا طبيب البرنامج الدكتور عبد الحكيم برنالي للحديث على التوجيهات والنصائح فيما يخص انتشار هذا الفيروس. صباح الخير دكتور. صباح النور زميلي محسن. الحمد لله ما شاء الله. على كل حال بالنسبة 1 ديسمبر اليوم العالمي للإيدز، على كل حال هي كل أيام السنة أيام تحسيسية لعديد الأمراض، خاصة بالنسبة للأمراض المعدية كأمراض الفيروس الإيدز اللي راهو في انتشار، خاصة الناس اللي هو يكون الناس راهم متخوفين عندهم هاجز أكبر عندما يشبه الإنسان أنه مصاب بفيروس إيدز. هون أصبح طابو الإنسان يصب إحراج يقول لك أنا عندي مشكلة. الناس قادر الثاني المجتمع الثاني نظرة المجتمع الثاني اللي تخلي الإنسان يخاف، تخلي حتى الإنسان ما يخليش يقبل على فحص أو تشخيص مبكر لفيروس إيدز أنه متخوف من جهة أنه يكون مصاب، أو يقول لك أنا عندي لا علاقة لأنه معروف الأسباب يعني مباشرة لانتشار هذا الفيروس لإصابة هذا الشخص عن طريق يعني علاقات جنسية غير شرعية هذه اللي هي سبب مباشر، أو هناك انتقال العدوى من شخص إلى شخص. هناك وسائل منتقلة عن طريق الدم يعني اللي معروفة عند العام وعند الخاص، لكن احنا بصفنا أطباء لازم احنا نحسوا الناس بضرورة التشخيص مبكر من أجل الكشف عن طريق التحاليل في الدم نكشفوا على الفيروس الإيدز. هناك يعني بعض الأعراض تخلينا احنا كأطباء نشكوا، أو خلينا لازم احنا التشخيص مبكر نحيو الشك يعني نخوفوه إن شاء الله ما يكون والو إن شاء الله. صح. نخليهم باه يديروا هذا الفياش التحاليل تاع الإيدز فيروس الإيدز، خاصة هناك جمعيات أو خاصة في المستشفيات، خاصة المستشفى الهادف ليسي هناك يعني مصلحة خاصة بالكشف المبكر وأيضا العناية والرعاية الصحية بالنسبة للأشخاص اللي يكونوا في البداية يعني ظهور هذا الفيروس. احنا لازم نحثهم زميلي محسن الناس ما يتخوفوش من هذا الموضوع، ما يتخوفوش من هذا المرض، لأنه لكل داء دواء. تشخيص مبكر عامل كبير، كما كان هناك فيروس إيدز هناك فيروس التهاب الكبد الفيروسي كيف يعني طريقة التنقل تاعها تقريبا كيف. أنا برك نحثوا الناس اللي راهم خاصة بالنسبة للناس اللي راهم يتبرعوا في الدم، عندما يتبرعوا بالدم أكيد لازم يكون هناك فحص عينة تاع الدم باش يشوفوا الشخص هل مصاب بمرض فيروسي خاصة الفياش أو التهاب كبد فيروسي باش ما ينتقلش من شخص إلى شخص اللي راه يسحق هذا الدم. بالنسبة لثاني الأشخاص اللي عندهم مثال في عند طبيب الاسنان، لازم على كل حال طبيب الاسنان حسب الضمير المهني تاعو لازم التعقيم واجهزه التعقيم مهم جدا. ايضا الثقافه الصحيه، ايضا من حق المريض انه يقدم نصيحه او ينبه. هل هناك كان ناس متخوفين على بالهم باللي طرق انتشار فيروس عن طريق مثال الالات اللي تكون ماهيش معقمه بطريقه يعني صحيه وبطريقه يعني دوليه يعني مع مقاييس علميه، يتخوف يقول للطبيب الاسنان باللي هل التعقيم هل هناك تعقيم، نخافوا باللي عندي مشكل هناك او كان شخص مصاب بالسيده قدر جاز عندك. الانسان غادي يتخوف. بالنسبه ايضا للاشخاص اللي ثاني يروحوا عن طريق شفره الحلاقه، صح شفره الحلاقه سواء عند الانسان في صالونات الحلاقه لازم الناس يخوطوا بعد، لازم تكون عندهم هذه الثقافه الصحيه. احنا كنا نشوف الوقت الحفافي يستعمل نفس شفره الحلاقه ضمير مهني، هذا هو الضمير المهني في اي مهنه لازم يكون عنده ضمير. بالنسبه للحلاق لازم يكون هناك ايضا النظافه تكون ذاتيه، النظافه ايضا في المحيط تاعو في البيئه تاعو، النظافه في المكان تاع العمل تاعو من اجل سلامته وسلامه الزبون اللي راه جاي لعنده. هنا برك الناس لازم ما تخوفش. ايضا كان حاله كان نقطه مهمه لازم نركزوا عليها، بالنسبه هناك ايضا الناس اللي مقبلين على الزواج هناك شهاده ما قبل الزواج، شهاده ما قبل الزواج تفرض انه الانسان لازم يدير التحاليل تاع الفياش، ولكن كل حال حسب يعني قابليه الشخص. صح.
شخص يقول لك انا ما ندير، لكن من الافضل لازم نقولوا بلي لازم دير التحاليل. قد الانسان يكون عنده سيرو بوزيتيف، يكون عنده فيروس، قد ينقلوا للزوجه او قد ينقلوا. هنا لازم اجباريه وضروريه، وهذا الوعي الصحي اللي لازم نبهوا عليه، لازم يعملوا يعني لا قدر اذا كان الواحد مصاب على الاقل ما يدمرش حياته واحد اخر، ما ينتشرش هذا الفيروس يعني في المحيط العائله وفي المحيط احنا خاصه في وسط الجزائر. هنا لازم تكون عندهم ثقافه صحيه، هناك مستشفى مخصص، هناك مصلحه للعنايه والرعايه الصحيه بفيروس السيدا الايدز. هنا لازم يتنقلوا، يتنقل طوعيه كل مره على الاقل. احنا لازم تكون عندنا ثقافه مره كل 6 اشهر يدير التحاليل، احنا عندنا ما عندناش هذه الثقافه. على الاقل مره في العام يديروا التحاليل. الموضوع هي طابو نظره المجتمع، نظره المجتمع احنا لازم نكسروها من خلال الاعلام اصلا، خاصه وسائل الاعلام، خاصه بالنسبه للمدارس خاصة ابتدائيات أو إكماليات، لنعوا الأطفال تاعنا، التلاميذ تاعنا، الطلاب تاعنا، يوعوهم، يديروا مطويات أو يديروا سواء كان في اليوم العالمي أو في أيام أخرى، من أجل الناس باه تعرفوا شنو هو فيروس إس وكيف طريقة الانتشار تاعو وطريقة العدوى. هنا باه تكون عندهم ثقافة صحية من الصغر، وتكون عندهم هذه التوعية الصحية. كان بعض الآباء والأولياء يكون كاين طابو حرج باه يقولوا شنو هو فيروس إس ومنين يجي، ما في حتى إحراج. هذه حاجة يعني إنسان على الأقل يثقف روحه علميا، من أجل أيضا الوقاية خير من العلاج. صح. من حدهم هذا الانتشار، هذا يعني الناس هذم خاصة وسائل الإعلام أو الجرائد، هناك جمعيات مختصة تقوم بهذه الحملات توعية والتحسيس. لازم هنا الناس يروحوا ويقوموا بهذا الاكتشاف المبكر. هنا نقول زي المحسن بالنسبة للتحاليل الطبية كل 6 أشهر، لأنه الدورة الدموية كل 6 أشهر تتجدد، سواء كان إيدز أو أي مرض. رأى نلاحظ انتشار أمراض مزمنة، أمراض نادرة، أمراض عديدة، الإنسان الوقاية خير من العلاج. يقوم بهذا الفحص، يكشف تحاليل عامة، يكشف عن هذه الأمراض والعلاج، وأيضا من أجل سلامته ومن أجل الحد من انتشار عديد الأمراض من بينها فيروس إيدز. يعطيك الصحة دكتور على كل هذه النقاط المهمة جدا، إن شاء الله نكونوا فدنا فيها بها المشاهدين تاعنا في إطار الحملة التحسيسية. حنتلاقاو الأسبوع القادم من خلال موضوع آخر دائما تهم الموضوع، يهم صحة المواطن. احنا رانا نحسوا من خلال الفقرات والأركان، كما كذلك الفنانين والمثقفين عندهم دور في تبليغ الرسالة الثقافية والفنية. وحديثنا عن الثقافة حيكون مباشرة من عاصمة الثقافة العربية قسنطينة، قسنطينة اللي عرفت افتتاح المهرجان الدولي للإنشاد بحضور نصير شما ضيف الشرف. تفاصيل أكثر حول المهرجان مع زميل كريم ملونيس وزملائنا بمحطة قسنطينة. صباح عليكم. محطة قسنطينة، قسنطينة تعيش دائما على وقع الحدث الثقافي. قسنطينة هذا الأسبوع تعيش على وقع فسيفساء من الإبداع الصرمدي الذي امتزجت فيه روح العطاء بالعشق الصوفي والتهاليل الطيبة. هو المهرجان الثقافي الدولي للإنشاد في طبعته السادسة. للحديث عن المهرجان وإثراء جوانبه معي بالأستوديو محافظ المهرجان السيد جمال فوغالي. نرحب بك سيدي. أهلا وسهلا. صباح الخير. نشكرك على تلبية الدعوة. أهلا وسهلا. يعني كما ذكرت في تقديم، قسنطينة تعيش على وقع الإبداع الصوفي الروحي. هو المهرجان الدولي الثقافي للإنشاد في طبعته السادسة. أولا هذا المهرجان الثقافي الدولي للإنشاد في طبعته السادسة أردناه أن يكون هدية كأبلغ ما تكون الهدايا لفلسطين، للثورة الفلسطينية، للأقصى. قسنطينة وهي عاصمة الثقافة العربية تنشد الأقصى، ثم إننا أهديناه تكريما وتقديرا للفنان الموسيقار نبلي فاضل، شفاه الله وأعاده الله للحياة وللموسيقى ولعوده ولذاكرته أيضا. كل ذلك من خلال هذه الدعوة الكبيرة لكل هؤلاء الفنانين عبر أكثر من 12 دولة عربية وأجنبية، لنقول من خلال المسرح الجهوي أهلا وسهلا لهذه الصوفية الرحمانية الربانية الروحية التربوية الوطنية. يتعانق كل ذلك في شكل تجليات صوفية رائعة تمتح حضورها من شآبيب الرحمن من قلوبنا أيضا من خلال هذا الجمهور الذي سيجيئنا للمسرح الجهوي. وحفل الافتتاح كان بتوقيع من الوفد إلينا من بلاد الرافدين ومهد الحضارة زرياب العراق نصير شما. نصير شما غنى فأبدع، عزف فأمتع، وتصوف وكان ولا أروع. نتابع هذه الصور. أجريت فيه قال لي روحا
علينا أن ندفع بأطفالنا بأولادنا لتعلم الموسيقى وللدخول في المسارح ولاقتناء التسجيلات، وهذا الشيء تأكدوا بتجربة شخصية سيبعدهم عن الأمراض النفسية وعن المشاكل وعن هذا اللي تكلمت عنه. كنا ننزع فتيل العنف من الإنسان فقط في تعلمه للموسيقى. يا عين وجودي فرحة، إبداع وتألق ورحلة بالمجان في زمن الإبداع الروحي والصوفي، أليس كذلك؟ بالتأكيد هذا ما ننشده من خلال هذا المهرجان الثقافي الدولي للإنشاد في طبعته السادسة والذي أسست له وزارة الثقافة من أجل أن نعمل على ترسيخ هذه القيم الجمالية والفنية والإبداعية والروحية. وكما استمعت للأستاذ ناصر شما، إننا بحاجة ماسة إلى هذه الموسيقى، إلى هذا النوع الرفيع من الموسيقى، وتلقينه لهؤلاء الأبناء، لأن المدرسة من خلال المدرسة ومن خلال الموسيقى ومن خلال هذا التفاعل مع الفنون الإبداعية بشكل عام نسقل الروح، نهذبها، نرفع من هذه الضائقة الفنية الموسيقية الإبداعية لدى ناشئتنا من البنين والبنات على السواء، كي يكون الإنسان متواصلا مع ذاته وعما جوهر ذاته ومع الآخرين أيضا لخلق مجتمع راق ومتقدم. نعم، ونحن نتحدث عن التكوين وتلقين نشأ هذا الفن الراقي. بيت العود بقسنطينة هو مشروع مسجل منذ سنوات، هو مشروع قائم بذاته. نعم. وأنا أعرف الصديق العزيز عبد العالي الوهو سمير، وبالإضافة إلى الأستاذ الفاضل نصير شما، كل هؤلاء يتعاملون من خلال هذه اللقاءات، هذه الإيقاعات الموسيقية. أنا واحد من الناس الذين رأيت البارحة كثير من المبدعين في العود الذين جاءوا ليسلموا على الأستاذ نصير. إذن هناك بيت للعود ينبني من أجل خلق هذا التواصل الفعال للموسيقى العربية كما قلت منذ زرياب إلى يوم الناس. بيت العود حتى ولو كهيكل هو غير موجود، لكن لا موجود. موجود، الأساتذة يدرسون. نعم. ويجيئوننا من دبي ومن العراق ومن مصر بدعوة كريمة من نصير شما. نعم. وبالتقاء بالوفود الجزائرية هنا في قسنطينة، وهناك من التلاميذ ومن الطلبة الذين تعلموا العود وجاءوا البارحة من خلال هذا المهرجان، وأنا سعيد كل السعادة أن هناك من الوفود من جاء من الوادي ومن سكيكدا من أجل أن يحضروا هذا اللقاء. ونحن نرحب بهم جميعا هنا في قسنطينة دائما، هي عاصمة للثقافة العربية. ونحن نتحدث هي مشاريع بالجملة، مهرجانات بالجملة، ماذا عن الأذن التي تستمع إلى مثل هذه التظاهرات، وخاصة ونحن نتحدث عن الإنشاد؟ أنت تلاحظ أن الإنشاد حالة روحية، طقس روحي، وعلى هذه الروح أن ترتقي بنفسها من صلصال ذاتها فترتفع إلى ملكوت الأعلى من خلال هذه الكلمة الطيبة الملتزمة الروحية التي تمسح على الفؤاد، والذي تدفعه إلى أن يتطهر من موبقات هذا الزمان العتي الصعب والشاق. الأذن كانت حاضرة من خلال هذا الحضور المتميز والمنتقى للعائلات القسنطينية، لهؤلاء الضيوف الذين جاؤون من الولايات المجاورة، كل قد سمع بالمهرجان لأنه يتأكد له. نعم. الذي سيستمر إلى غاية 3 ديسمبر بالمسرح الجهوي. جميل. والذي تولى عليه أكثر من 12 دولة. اليوم سيكون. نعم. ستكون الهند، ستكون جالما، سيكون الفنانون من قسنطينة. ماذا عن المشاركة المحلية؟ المشاركة المحلية تتمثل في الأربع الفرق الفائزة في المهرجانات الثقافية. نعم. المحلية في كل من جالما ومستغانم وبوسعادة، بالإضافة إلى ورقلة، بالإضافة إلى شيوخي وفتيان العساوة في قسنطينة الذين سيصعدون جماعات إذن باتجاه إذن الركح. إذن النشء والجيل الصاعد أيضا له مكان في هذا المهرجان. نحن عملنا على هذا الأساس، إنها فلسفة وزارة الثقافة وفلسفة أيضا هذه المهرجانات. أنت رأيت في المالوف
دعونا الجيل الجديد كي يكون حاضرا، ونحن نتحدث عن السمع ونتحدث عن القلب ونتحدث عن الرقي بهذه الفنون جميعا، كذلك الإنشاد دعونا الجيل الجديد من أجل أن يأخذ الراية ويوصل هذا المقطع إلى كل الأجيال الصاعدة. هي رسالة نبيلة، احنا نشكركم عليها ونقول لكم بالتوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا. وأكيد نجاح دائما لهذا المهرجان في طبعته هذه وفي طبعته القادمة بحول الله. المهرجان متواصل إلى الثالث من شهر ديسمبر المقبل، لا تفوتوا الفرصة مشاهدينا لأن تلتحقوا بالمسرح الجهوي بقسنطينة الذي سيشهد هذه الفعاليات. إلى هنا ينتهي موعدي بكم، على أن نلتقي مستقبلا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام، يعطيك صحة كريم ولضيفك الكريم وكامل ناس قسنطينة، ومرحبا بكل ضيوف عاصمة الثقافة العربية في إطار تواصل هذه التظاهرة الثقافية الكبيرة لسنة 2015. وحنا متواصلين معكم دايما مشاهدينا من خلال برنامج صباح الخير يا جزائر إلى فقرة بيتكم بعد الفاصل. اللي تنور دائما بيوتكم نسرين عروة. صباح الخير نسرين. شكرا محسن بوجودك اخي، صباح النور ان شاء الله. لاباس الحمد لله. وانت يا والله الحمد لله شويه مريضه نسرين. لاباس عليك ان شاء الله. اكيد خاطر مشاهدينا وانا توحشناهم اليوم. نقول لكم صباح الخير مشاهدينا الكرام، صبحكم بالخير، بدايه اسبوع موفقه ان شاء الله، ونرحب بكم مره اخرى الى فقره بيتكم. دائما محسن ومشاهدينا مع مواضيع جديده تهمكم وتهم الاسره الجزائريه بمساعده الرفيقه والزميله كنزه بوتلا. والموضوع تاع اليوم مهم لانه يخص فرد من افراد الاسره في مرحله حساسه هو الطفل، وكذلك التلفزيون. نعم، راح نهضر اليوم على وسيله من الوسائل ربما هي ماهيش حديثه ولكن تكنولوجيا، هي من التكنولوجيات ربما اللي دخلت منازلنا منذ زمن، ولكن بتطور التقنيات تطورت ربما في طريقه البث تاعها. ربما ما هي ايجابيات التلفزيون وما هي سلبياته؟ كل هذا مشاهدينا راح نتعرفوا عليه مع زميلتنا كنزه مدلع، ولنعود بعد ذلك. الطفل هو أصغر عنصر في المجتمع والفئة الأكثر حاجة إلى الإحاطة بالرعاية على جميع المستويات، فبعد يوم طويل من الجد والاجتهاد في الدراسة يبحث الأولياء عن طريقة يسلون بها أولادهم. يعتبر التلفزيون من أهم الوسائل الترفيهية التي تحظى بحب وإعجاب كبيرين لدى شريحة الأطفال، لما يحتويه من ميزات سمعية بصرية من حركات وألوان جذابة، فنجد هؤلاء يتهافتون وراء مختلف القنوات والبرامج خصوصا تلك المتعلقة بالأطفال. وليدي يشوف البرامج في القنوات اون عرب اون فرونسي اون كابي، يشوف لا تروا كاين اللي يديروا كيفاش اسمو هذيك براعيم ولا كيك شوز كوم سا، و امازيغيا كاين اللي يديروا لي ميتي هذوك يهضروا بالقبيليه. جيمري بيان يكونوا دي ديسان انيمي لوكال يهضروا بالعربيه، سورتو العربيه الدارجه تاعنا، و اون فرونسي جيمري بيان يكونوا دي ديسان انيمي بيان ادوكي تاع ليدوكاسيون. نحب نشوف سبور لي ماتش فوتبول، مين داك تنس، و شويه لي شان تاع قران نسمعهم مع بابا، و لي شان واحد اخرين كاين لي زانفورماسيون تاعنا شويه نحبهم. ولكن ديما نمشيو على العشيه شويه نتفرج شويه نتفرج وشويه نروح وبعد نروح نقرا والويكاند خطرات ماما تقول لي روح تقرا، تقول لي ما تقعدش تتفرج بزاف لا تيلي. كيما بالثلاثه العشيه نخير بالثلاثه ماذا بيا يشوفوا لا تخوا تجوز فيها ظاهره الاثنين، وبالسبت ثاني مع الصباح بالجمعه يروح يدور رياضه. نقسم وقتي من ما نروحش نخلي قرايتي ما نهملهاش. نقسم وقتي، كاين وقت باش نتفرجوا، كاين وقت تاع اللعب، وقت تاع قرايه، كل وقت كيفاش لازم ندير.
تمل كي نقعد وحدي. انا شغل ما حبيتش نقعد هكاك، وليت نقعد خطرت نبدا نكتب هاكي واش يجيني نكتبو، واش نحس واش نشوف واش يقولوا الناس نكتبو، سواء قصه ولا شعر ولا وهكذا اللي وقتي ما ولاش راه في بطني. جميل أن يتعلم الطفل مختلف مبادئ الحياة من خلال احتكاكه بالتكنولوجيا، ويتعلم ويتلقن مختلف العادات والأفكار من خلال احتكاكه بالتلفزيون، لكن في المقابل يبقى الطفل باطناً عميقاً وبريئاً لا يفرق بين المفيد والمضر، لذلك وجبت مراقبته وتوجيهه نحو ما يخدم طفولته وبراءته. هذا الموضوع موجه بشكل كبير للأولياء اللي عندهم دور كبير في اختيار وتوجيه الطفل فيما يخص البرامج والقنوات اللي لازم يشوفها سريعا. نعم حسين، إذا نشكر زميلتنا كنزة بوتلة على الموضوع، دائما متألقة في انتقاء المواضيع. إذا محسن كما راك شفت أنه التلفزيون ربما معظم الأولياء ما كانش ما قالكش أنه ما عنديش أولادي يشاهد التلفزيون. كانت سئلت طفلة من الطفلات قالوا لها ممن تتألف الأسرة ديالك؟ قالت لهم من أبي ومن أمي وجدتي وجهاز التلفزيون. يعني شوف الأطفال توانا كيفاش يشوفوا التلفزيون أنه فرد من أفراد الأسرة. حسنا هو في الماضي ربما كان كوسيلة للترفيه ربما ووسيلة للثقافة، وذلك من خلال الأشرطة الثقافية والأشرطة اللي تعاون الطفل. كل هذه من الإيجابيات التلفزيون بالنسبة للطفل، لأنه كيشاهد يتعلم أولا يتعلم طريقة ربما الملاحظة، يتعلم اللغة وذلك من خلال الأشرطة اللي تجيب اللغة العربية ومن خلال مسلسلات الكرتون اللي كانت هادفة. إذا دائما نحب نعطي دائما نعطي مثال ما بين جيل الماضي وجيل الآن. ربما محسن احنا في الماضي كانت عندنا أفلام كرتون جميلة جدا خيالية تخلي الطفل أنه تعلمه أن يحلم، وفيها رسائل اجتماعية وفيها أهداف. ربما الطفل يتعلم يعني تكون دائما مثال ليه كيشوف ربما في الرسوم المتحركة ربما حركة معينة ما بين لا أدري، كنت سألك محسن بعض الرسومات المتحركة تاع بكري واش تجاوب كيما سنان. كنا نشوفوا يعني هي غابة فيها حيوانات، لكن دائما كنا نشوفوا قيم الخير هي اللي تسود ودائما الواحد يربح كذلك. كاين بزاف رسوم رسوم قال لك جونجر، حتى الافلام هذه اللي كان فيها عنف كان الهدف تاعها انه دائما الخير هو اللي يربح. صح صح، كانت والله كانت افلام كرتون. انت ايش كنتي تشوفي؟ سالي يعني كانت قصة مؤثرة، الطفلة الحنونة ربما اللي فقدت الوالدين، كانت ربما كل هذه الأشياء الحنان والرقة. الطفل تاعنا ربما كان بريء جدا. صح. ولكن للأسف الآن نلاحظوا أنه تغيرت المفاهيم وتغيرت ربما طريقة تناول هذه المواضيع من خلال أفلام كرتون عنف. الطفل الآن للأسف ربما أصبح يعني عفواني جدا، وذلك ربما من خلال الرسائل اللي راه يتلقاها من خلال هذه البرامج التي تبث على التلفزيون. في الماضي محسن كانت قناة واحدة، هو يعني كل دولة عندها قناة واحدة خاصة بالوطن تاعها، ولكن الآن من دخول الفضائيات والتقنيات الجديدة على تخواتي اللي دخلت خلقت فضائيات خاصة فقط بالرسوم المتحركة. إذا تخيل ربما هذا الطفل أصبح يقضي ساعات كثيرة أمام التلفزيون أكثر ربما من الساعات الدراسة اللي يقضيها في المدرسة. هذه الأشياء كلها تتلهيه عن واجباته الدراسية، تتلهيه عن التحصيل الدراسي. ربما يصبح الطفل ما عندوش وقت للعب، وإحنا دائما نذكر مشاهدينا الكرام أنه اللعب شيء مهم للطفل، لأنه لما يكون حابس روحه في غرفة واحدة ويتعلم وتخليه يكون شخصيته من خلال البرامج اللي ربما يشاهدها في التلفزيون ما راحش تكون ربما شخصية سوية. هي أشياء كثيرة. صح. ربما محسن وسلبيات كثيرة ربما بالتلفزيون للطفل ما راحش نقدو نتناولوها في صبيحة اليوم ربما لأنه وقتنا محدد، ولكن نوعد مشاهدينا الكرام بإذن الله راح نطرقوا للموضوع مرة ثانية وتكون بدراسات علمية. ولكن دائما دائما مشاهدينا عسوا أولادكم وخليوهم يتفرجوا في برامج تثقفهم وتخليهم ربما
باش تكون شخصيه سويه، ولكن قعدوا شاهدوا صباح الخير وكل برامج التلفزيون الجزائري. صح، خاصه التلفزيون الجزائري يهتم كثيرا بالماده اللي يقدمها لكامل افراد الاسره. يعطيك الصحه. نسرين على هذا الموضوع، والشكر كما قلتي موصول للزميله كنزه بودلا على التقارير اللي تقوم بها. احنا مكملين دائما في برنامج صباح الخير يا جزائر الى تغطيه طبعة 14 من جائزه احسن منتوج تقليدي. هذا الجائزه اللي في كل عام تقدمها وزاره التهيئه العمرانيه السياحه والصناعه التقليديه مع الزميله امينه عرجان. وحيتواصل برنامجنا الحديث عن التراث والثقافه بحضور منى العواد وعدد جديد من برنامج محلى ذي العشيه مع محلى ذي الصبحيه. امينه صباح الخير عليك وفرقتنا التقنيه هناك. حسين صباح الخير مشاهدينا. رانا متواجدين بفندق الأوراسي لتغطية حفل تسليم الجوائز للمسابقة الوطنية للصناعة، للمسابقة الوطنية لأفضل منتوج للصناعة التقليدية لسنة 2015 في طبعته 14. الحفل مشاهدينا هو من تنظيم الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية وبالتنسيق مع وزارة التهيئة العمرانية السياحة والصناعات التقليدية. سيشرف مشاهدينا على حفل تسليم الجوائز وزير التهيئة العمرانية السياحة والصناعات التقليدية الدكتور عمار غول والوزيرة المنتدبة المكلفة بالصناعات التقليدية سيدة عائشة تاجابو، وهذا بحضور عدة شخصيات وطنية وسياسية حرفيين والفاعلين في هذا المجال. وللحديث أكثر مشاهدينا حول هذا الحفل معنا السيدة فازية برشيش وهي المديرة العامة للوكالة الوطنية للصناعة التقليدية. مرحبا بك سيدتي. شكرا، مرحبا بكم. وفي الأول أشكر التلفزيون الجزائري على تغطية هذا الحدث هام، وأشكره أكثر على تغطية كل التظاهرات التي جرت طيلة شهر نوفمبر. أكيد سيدة فازية برشيش، هذا الحفل هو بمثابة تثمين لجهود الحرفيين الذين أبدعوا في مختلف الصالونات الوطنية والدولية. هل لك أن تضعي المشاهد الكريم في صورة حفل صبيحة اليوم؟ حفل هذا الصباح هو يأتي تتويجا لمجهودات كل الحرفيات والحرفيين المشكورين على هذه المشاركة التي أطلقناها بإعلان في شهر يوم سبتمبر. وكما تفضلتي قد شارك في هذه التظاهرة في هذا الحفل عدة حرفيين من عدة ولايات الوطن، وخاصة مع العمل لجنة كانت تعمل في هذا الصدد في أكثر من 8 أشهر. أكيد سيدة فازية برشيش أنه كان فيه لجنة مكونة من 8 أعضاء كانت قد صالت وجلت في مختلف الصالونات الجهوية والوطنية، وكان آخرها الصالون الدولي للصناعة التقليدية في طبعته 20، وعرفت مشاركة 1100 حرفي من مختلف ولايات الوطن. أكيد أنه المهمة لم تكن سهلة بالنسبة للجنة والوكالة على حد سواء، أليس كذلك؟ حقا اللجنة عملت جاهدة بكل روح تنافسية، بكل روح شفافية وشفافية وإخلاص، لأن المهمة كما تفضلت جد صعبة، وهذه المهمة كانت أول في عدة مراحل. المرحلة الأولى هي التنقل إلى الصالونات الجهوية، وهي خاصة أؤكد أنها كانت صالونات متخصصة حسب النحاس التقليدي، النحاس التقليدي، اللباس التقليدي، الحايك التقليدي، لا المنسوج التقليدي وغيرها. سبعة منتوجات متخصصة وثمان صالونات. والمرحلة الثانية كانت كما تفضلتين أيضا في الصالون الدولي للصناعة التقليدية، وخاصة هذه المرة كان إقبال جد
كبير، حيث أن اللجنة عملت أكثر من 5 أيام لاقتناء المنتوجات. أكيد سيدة أسمحك فقط أنه في الاختيارات النهائية كان في 6 تحف فنية أو منتوجات للصناعة التقليدية، هل لك أن تعطينا لمحة بسيطة عن نوعية هذه المنتوجات التي ستكلل بالجوائز في صبيحة اليوم؟ وهي المرحلة الثالثة والأخيرة التي من فضل بهذه المرحلة انتقائية نهائية، كانت لدى اللجنة الاختيار في ما بين 46 منتوج، وحسب تنقيط وحسب ايضا دي كريتير ما وضعتها، معايير جد صعبه، وخاصه هذه المعايير اسمحوا لي ان ارجع الى الاول، انها كانت طبقا للميثاق الذي عمل به هذه السنه اللجنه الوطنيه. اكيد، واكيد انه يتبادر الى ذهن المشاهد انه فيه معايير كان من خلالها انتقاء هذه الاعمال منها الناحيه الجماليه على ما ألوغ. المعايير هي الأصالة، نعم. أولا لأننا نركزوا كثيرا على الأصالة، على الجودة، التقنيات، وبطبعة الحال المنتوج يكون يتلائم مع الطلب اليوم، طلب العصرنة، طلب السوق العالمية. السيدة فازية برشيش، أكيد أنه للوكالة والوزارة الوصية أهداف، ما هي أهداف الوكالة من خلال هذا الحفل، حفل توزيع الجوائز؟ طبعا الأهداف أولا الحفاظ على الإرث الوطني، هذه أول الأولويات. ثانيا التبادر والاحتكاك بين الحرفيين. ثالثا الارتقاء بالمنتوج إلى مستوى جد أعلى، والهدف الأخير هو الإبداع والتصميم لتسويق هذا المنتوج داخل وخارج الوطن. أكيد السيدة فازية برشيش، يقال أنه لا تهم الجائزة بقدر ما يهم الإنجاز والتكريم، هل لك أن تضعين في صورة هدايا الصناعات التقليدية هذه السنة؟ فيما تتمثل هذه الجوائز؟ أولا التتويج هو بمثابة إنجاز، بمثابة الإنجاز هو 6 تحف من 3 من الصناعة التقليدية و3 أخرى من الصناعة التقليدية الفنية، من بينها طاقم من الخسف الفني جد راقي، اللباس التقليدي الفخار، ولباس تقليدي فني، والذي كان فيه عدة منتوجات من التقليدية وناتشورال وطبيعية بحتة، طبيعية والتي نتعامل بها يوميا. شكرا سيدة فازية برشيش، إذن ومزيد من المجهودات التي تقدموها أنتم والوزارة الوصية، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. شكرا، وتمنياتنا كقطاع وكمؤسسة الأكثر والأكثر من التقدم والازدهار، لأن الصناعة التقليدية هي عنصر حساس وعنصر نستطيع خلق به مناصب شغل والعمل به في التنمية المستدامة. شكرا سيدة فازية برشيش. إذا مشاهدينا، كنا معكم مباشرة رفقة فرقتنا التقنية من فندق الأوراسي لتغطية حفل تسليم الجوائز للمسابقة الوطنية لأفضل منتوج للصناعة التقليدية لسنة 2015 في طبعته 14. هنيئا مسبقا للفائزين المتواجدين بالجوائز، وحظ أوفر للحرفيين الذين لم يسعفهم أو يحالفهم الحظ هذه السنة، وعودة لك محسن وإلى الأستوديو المركزي.
يعطيك صحة أمينة ليك ولفرقتنا التقنية على هذه التغطية المباشرة لفعاليات طبعا 14 من جائزة أحسن منتوج تقليدي. حتكون بعد قليل أكيد النتائج حتعرفوها من خلال برنامج صباح الخير يا جزائر، ومن خلال كذلك البرنامج اللي يهتم بدرجة كبيرة بالتراث الجزائري المادي والمادي مع فراشة شاشة أنا منى العواد اللي تنورنا دائما البلاد. صباح الخير منى. صباح الأنوار يا وسيم التلفزيون الجزائري محسن وزارتين. صباح الخير. شفتك اليوم شوية على بالك على بالي على جلة تبعتي اللي روانا منى وأخيرا وفات بعدها وما جاتش يدها وأخيرا المشاهد على باله أنه كل باساج نتاعي يجي ويدي عامرين ما شاء الله. لا لا حتى بدون إطلالتها منى معروفة عليك بالكرم تاعك. ربي يخليك. تاعك وهذا هو الصفات الجزائرية المرأة. أنت خدمتي ولا شريتي؟ شوف محسن أنا نتعلى ربعة تاع الصباح وأنا نطيب حتى وجدي وجبت لكم بركة. يعطيك الصحة. دوك نسقاو بين نقولوا كم الناس صحتهم الناس مدورين دوك على مائدة فطور الصباح نشوفوا في البرنامج كيما حيسنا وكاشية مع مائدة فطور العشية يعني القوة على العشية قوة العصر كيما يقولوا لها. إذا نقول لك محسن صباح الخير مشاهدينا وين ما كنت نقول لكم صباح الأنوار نهاركم مبروك. كيما يقولوا احنا الجزائريين نقولوا نهارك مبروك نهار كله رزق إن شاء الله وبركة. نبداو نهارنا بحاجة حلوة هذه هي الحكمة اللي حبيتها من خلال ظهوري ولي باساج تاعي نحب حاجة حلوة نبداو بها باش نبداو نهارنا تفاؤلا يوم جميل وسعيد وبداية أسبوع موفقة إن شاء الله. إن شاء الله. إذا محسن كما قلنا فلاشية كذلك راح تكون قهوة العصر يعني مزينة، وإحنا هذا اللي يميزنا الجزائريين أنه القهوة نتاع العشية نعطوا لها أهمية كبيرة يا صح. محسن يعني حتى المرأة العاملة كي تدخل البيت ولا الماكثة في البيت تنتظر أولادها وزوجها بهذيك رائحة القهوة، خصوصا إحنا في فصل الشتاء تتخيل محسن أنا أتكلم وأنت تخيل. قهوة العشية صينية تكون شابة جميلة جدا، هذا هو اللي يمثل لكوبل الجزائري حاليا ولات سنيوه شابه متحوفه يعني وكانه ضيوف راهم جايين اللي هما زوجها وابنائها. وانا نحث دائما نقول لهم اونيفيت لي كرواسون الهلاليات وهذوك الامور اللي نشروها من برا، وعلاش ما نعملوش ان كيك كيما هذا، ما نعملوش حلوه الطابه، ما نعملوش مسمن يا لو كان كميه قليله، ولكن نشوف هذاك المقدار الفرحه اللي يدخل الى قلوب القلب الزوج والابناء يعني. صح رسوم هذا الكلام المسمن ايه؟ ونقول له حاجه مليحه ربما احنا نحيو كذلك النساء العاملات اللي خدامات دوكا حتى نساء مكثت في البيت يمتهنوا هاد الحرف ويخدموهم بتالي حتى المرأة العاملة صح هي تعاونها هي عندها الجهد والوقت، وحنا المرأة العاملة عملوها بالمال يعني ما عندناش الوقت والجهد اللي عندها، ولكن ما يمنعش هذا أنه البارح مثلا نهاية الأسبوع معظم السيدات العاملات ربما يسمعوني الآن في المكاتب نتاعهم ولا نبذلوا جهد كبير محسن. أنا مثلا البارح قضيت صباحها كاملة حتى العشية وأنا في المطبخ نحضر باش لاسمان إن شاء الله ما نحصلش وما نحسش عائلتي بالنقص هذاك يعني. مهم جدا هذا النظام النظام لهذا تسيب المرأة العاملة نضد أكثر نظام من المرأة الماكثة بالبيت، وعلاش ما نقولش هي منظمة ومرتبة ما شاء الله عليها، ولكن المرأة العاملة يعني تتسابق مع الزمن والوقت عندها مهم جدا. أما الماكثة بالبيت احنا رانا نعملها تكوينتك مستيقظت راهي براحتها ونقولها بصحتك. صح وكل واحدة إن كان المرأة العاملة ولا في البيت عندها دورها في المجتمع وفي الأسرة، وحتشوفك إن شاء الله العشية على ثلاثة إن شاء الله. شوف محسن نعطي الموعد للمشاهد الكريم من ثلاثة لأربعة ونص عبر القناة الأرضية اللي دايما نقول لهم تبعوها لانه فيه برامج ممتعه جدا. راح نتلاقاو مع السيده بوعيسي واسله راح تجينا من ولايه شلف يا محسن، هي محافظه على التراث راح تورينا وتعرفنا على عادات وتقاليد مدينه شلف، وراح يكون معها الشيف بن سعدي مصطفى اكبر امهر طباخين الجزائريين راح يعلمنا لي كونفيتور نتاع ليفير تاع لا سيزون هذه للسيده، يعطيها بعض الافكار واللي يميزوا انه حتى الخضروات يقدر يستعملها ككونفيتور يعني. هذا الشيء راح يكون العشية وراح نتعلموا عادات وتقاليد الناس شلف هاد الناس الكرامة والمضياسين. قولي لي وش رايك في النقطة ما حيكون معك شاف راجل عشية ان شاء الله، شاك في النقطة اللي تقول امهر طبخين هم رجال ماشي صح؟ نظن انا نوافقها يا محسن والله، لانه حتى هذيك اللمسة تاعهم عندهم لمسة انتوش سبيسيال يعني، وانا نحييهم
والله صح. والعموم كما المرأة دارت دخلت تخصصات كثيرة وبينت إبداعها، كذلك الرجل عنده الإبداع تاعو، يبقى هذا طبخ اللي هو فن، خاصة لما يتعلق الأمر بالمحافظة على التقاليد تاعنا، التقاليد خصوصا أنه فيه مثلا هذا الشيف مصطفى من أمهر الطباخين في أفخم المطاعم والفنادق الجزائرية، ونقول على فكرة أنه أفخم المطاعم العالمية والفنادق العالمية لي ماتخ تلقاهم رجال، يعني ربما لأنه المرأة منذ أن خلقت على بالها أنه مصيرها المطبخ، يعني ما تبدعش تبقى ما تبدعش، تقول لك هذا هو الروتين، ولكن الراجل مش ميدانه، يعني يبذل كل مجهوده. إذا أنا نقول راني محظوظة لشيء حتى ناخذ كلكو زاستوس، وأنا دائما من خلال ضيوفي نعطي بعض النصائح نخرجوا بها في نهاية البرنامج، كيفية وضع الطاولة، المائدة، كيفاش نزينوها، كيفاش نحطوها، كيفاش نستقبلوا الضيوف، كيفاش الإتيكيت، لأنه الإتيكيت مهمة جدا يا محسن، ومهمة جدا. ونقول لهم دائما نعطي لهم بعض النصائح أنه ما لازمش نكثروا في الطابلة، ما لازمش نحطوا كل شيء على فوا، ما لازمش كذلك نكثروا من أنواع الحلويات باش ما نفقدوش هذاك الجمال. والحكمة دائما نقولها لكم قلل ودلل، ودائما تبقى العين تاكل قبل المعده كما يقولوا. اكيد يا محسن، لما تكون يكون طبق بسيط يا محسن، ربما معارك ولا خفاف ولا اكله تقليديه شعبيه، ولكن كي تحطها في لاسيات المناسبه تاعها، كي تحطها يعني بالاواني المرافقه نتاعها مودرن ولا تراديسيونيل، يعني يكون تكون اون هارموني، تكون سيمفونيه على الطاوله الجميله، والعين تعشق دائما قبل المعده تشوف. كما قلتي منى، هذا هو الهدف تاع التلفزيون كصوره، انه يمتع المشاهد، كذلك يثقفوا يعلموا، ومهمتنا كتلفزيون وطني انه نحافظوا على العادات والتقاليد. هل كاين حاجات ما كنتيش تعرفيهم منى على ولايات وعادات وتقاليد وتعرفتي عليهم مع الضيوف تاعك؟ اكيد، الدليل انه ضيوفي راح يجوا مشلف، وانا في كل مره نبحث على ضيوف ان يكونوا من داخل الجزائر، ولو انه المحطات الجهويه راهي تقوم بالدور نتاعها، ولكن فيه مدن قريبه لنا حنايا في الجزائر الوسطى، يعني في الوسط. نتعرفوا جوني من البدية، جوني من بليدة، جوني من شلف، جوني من غيليزان، جوني من بوسعادة، من الجلفة. طيب بوسعادة جابوا لك سفيطي؟ ما جابوش سفيطي، جابوش خشوخة. لازم ناس مسيلة يجوا، لازم ناس مسيلة يجوا. هذا هو الفرق، ناس مسيلة يقولوا سفيطي، وناس الجلفة عفوا ناس المهرس، هذا هو الفرق بيناتهم، المهرس والسفيطي. يعني متعونا من خلال الأكلات الشعبية، اللباس التقليدي، العوايد، الافراح، الطهاره، كل هذو استمتعت بهم وزدت تعلقت بالتراث الجزائري الاصيل، اللي نفتخر دائما بالجزائريتي يا محسن، افتخر اني جزائريه، جزائريه ونص. صح، هذا الشيء ما نشكوش فيه، وشيء جميل انه العائله الجزائريه كما نهار الجمعه مخصصاته للاطباق التقليديه، المناسبات تاعنا ما لازمش يجوزوا غير وين تكون عاداتنا وتقاليدنا حاضرين. رانا على ابواب المولد النبوي الشريف، وين كذلك العائله الجزائريه تبدا من دوك تحضر لهذا المناسبة. هي مناسبة دينية نحتفل بها سنويا وننتظرها بشوق وشغف، وهذا ما يمنعش أنه إحنا الجزائريين نغتنموا كل فرصة، سواء مناسبة دينية ولا وطنية، إلا ونعملوا أطباق شعبية ولا أطباق تقليدية، والهدف منها يا محسن هي اللم. صح، انه الحمات تعرض كل كناتها، ولا الكنات يعرضوا الحمات، وكل وحده اللي نحث عليها لما تروحي معروضه عند عجوزتك، ما تروحيش هكذا تدي الفاكهه فقط ولا جاتو، انت كذلك دي لو بلا اللي طيبيه انتي، ذوقي لواسك، ذوقي لواساتك، ويكون تبادل في الاكلات. والممتع هو مش اننا نشبع، وانما هو القعده. صح، الجميله واللمه الزينه، كما هذه اللمه اللي جمعتها معك هذا الصباح. كل محسن دوك ناكل مع جينيريك نياب باش ما تحس. يعطيك الصحه منى، نشوفك عشيه ان شاء الله. شكرا لك. اذا من 3 ل 4 ونص انتظرونا، لانه فيه مواضع شيقه ان شاء الله تتعرفوا عليها. يعطيك الصحه منى. مشاهدينا احنا نشوفكم غدوا ان شاء الله من خلال برنامج صباح الخير يا جزائر، اللي يواصل تغطيته للحمله التحسيسيه الخاصه بمكافحه مرض الايدز. تهلاو في روحكم بزاف بزاف، تقبلوا تحيات الفرقه التقنيه اللي خدمتكم في هذه الصبيحه، فريق الاخراج مهدي ضيف الله والمايسترو رستم بن ناصر، رئيس الركن محمد عبدون، والاستاذ احمد تما. تهلاو في روحكم، شوفوا منى العشيه ان شاء الله على 3. تهلاو في روحكم، طول الخير. سايل هذه الحير وريلق حتى في يركا يا ناسنا يا سمعين، اليد في اليد والصاف انتين يا ناسنا يا سمعين، كنا خواب ومو في الحين يا ناسنا يا سمعين، بصرنا لرب العالمين يا ناسنا يا سمعين، كنا واحد بكم حسين يا ناسنا يا
سمعين اليد في اليد وصافنتين يا ناسنا يا سمعين.